بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة. هل يقف التاريخ مصطفا لتحية الأهلي عند عودته من مباراة الوداد؟ إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بك أعزائي المشاهدين، وهذا الموعد الذي يتجدد معكم دوما في برنامجكم ملك وكتابة. إن شاء الله يا باشمهندس يقف التاريخ مصطفا إمتى؟ لحي الأهلي، ينحني التاريخ أمام الأهلي في حال ما إذا إن شاء الله تعالى عاد بكأس دوري الأبطال والأميرة السمراء من الوداد من المغرب إن شاء الله. من المغرب، يعني فحبيبي وتغلد قلبك يا ولدي ساكنة في قصر، في قصر قصر الملك بقى يعني محمد الخامس. يعني مش عارف ليه وانت تقول لي الأميرة يعني من حاول مش عارف ايه يطلع لها على ضفائرها يعني التشبيه البليغ ده بيقول لك انك انت يعني عندما تحب تركب الصعاب صحيح وتستطيع ان تتسلق على جدائل معشوقتك عشان تجيبها من قصر منيع، يعني من قصر الملك محمد الخامس. فهل يقف التاريخ مصطفى خاصة يعني الثقة الواضحة عندما يدعو الملك محمد الخامس رئيس الاتحاد الدولي وأعضاء الاتحاد الدولي لحضور هذه المباراة ويستجيبوا؟ هو يهيئ نفسه لاستلام الكأس صح؟ الملك المغرب دي مؤشرات بتقول ايه؟ الأهلي اتحط في الموقف ده كتير قوي، نفس السيناريو تقريبا. الأهلي راح يلعب مع القطن الكاميروني في جروة، معقل عيسى حياته، قصر عيسى حياته على بعد مسافة أمتار قليلة من ملعب القطن الكاميروني. عيسى ورئيس نادي القطن ورئيس شركة القطن عازمين رئيس الوزراء وكبار المسؤولين في الكاميرون ويتأهبون لاحتفالية. كان الأهلي قادر يرجع بالبطولة وقتها في 2008 من قلب جروة. رجع الأهلي بالبطولة من الصفاقسي بالجون التاريخي لأبو تريك. عايز أقول لك يا باشمهندس يعني ده هدف في الوجدان، وزملاء أبو تريك النهاردة موجودين، ونجوم الأهلي قادرين بإذن الله تعالى على إسعاد الجماهير زي ما رجعوا بيها من الترجي، وزي ما الكابتن حسام البدري لقب بقاهر الشمال لأنه مفيش مدرب تفوق على أندية الشمال الأفريقي وتحديدا تونس كمان أكتر من الكابتن حسام البدري. فقاهر الشمال قادر بإذن الله تعالى وبعزيمة اللعيبة وبإصرارهم وبتاريخهم. الجون ده أنا فاكر الكابتن الخطيب كان ضمن البعثة. بالمناسبة بنقول للكابتن الخطيب كل سنة وأنت طيب بمناسبة عيد ميلاده النهاردة. خطيب قال إن أبو تريكة وهي في الهواء بقول له من مرة واحدة. عارف الكابتن حسين مدكور لما كان بيقول له أنا بلعبها معاك؟ أصل هو جاب الجون ده في الهلال من مرة واحدة وفي المرسى بالظبط، طبط له كده بالهيد راح واخدها من مرة واحدة. اجوان بتبقى بخبرة اللاعبين وهو يدرك ان دي مهارات موجودة عند ابو تريكة بس بشماله هنا اللي كانت القطن الكاميروني بيفكرونا. ورجع الاهلي بالاميرة السمراء من معقل القطن الكاميروني. بمناسبة عيد ميلاد الكابتن الخطيب فكرتني بحاجة غريبة قوي. الاستاذ ماجد سامي رئيس نادي وادي دجله ودي لاول مره بشوف ان رؤساء الانديه بتتدخل في شؤون بعضها، يعني والله مش عشان بس موضوع ان هو التعليق اصاب الكابتن الخطيب لانه ذكره بالاسم ولو كان الموقف مغايرا برضه كنت هقول انت مالك، يعني التعليق ده لازمته ما هو التعليق؟ كتب متباهيا المستشفى الناجح لا يديره طبيب. لحد كده تلقيح كلام. لكن لا ده عايز يقول ايوه انت اقصدك انت يا كابتن خطيب مع احترامي لتاريخك كلاعب كوره مش عارف ايه. الملياردير ماجد سامي هو بره ليه؟ برضه مش عايز تلقيح. لا انا هو بره. لا انا هذكرك اعضاء في نادي وادي دجله يعني ونبي عشان خاطر يا ابراهيم بتقطع استرسالي خليك في الاخر علق عليه. اتفضل. الملياردير
ماجد سامي الذي يدير مستشفى وادي دجلة. هل وادي دجلة مستشفى بالمقاييس النهاردة ومبارح ناجحة؟ يعني عايز يقول لي ان هو انجح من الدكتور صالح سليم والدكتور حسن حمدي اللي مديره مستشفى النادي الاهلي؟ يعني وادي دجلة ككيان الذي يديره الغير طبيب المليونير الملياردير ماجد سامي انجح من مستشفى العالمي بتاع النادي الاهلي الذي يديره الدكتور صالح سليم الذي اداره الدكتور صالح سليم واداره لما تبسطها كابتن صالح وكابتن حسن حمدي نجوم كوره اداروا الاهلي بامتياز. انا عايز اقول له كده بس مش يعني دي مستشفى لا انا بكلمه بلغته ما دي مستشفى ادارها اطباء اهو. اصل انا تهت في المستشفيات. هو بيقول كده المستشفى الناجح لا يديره طبيب. لا يديره، مش بالضروره لا يديره طبيب. لا يديره طبيب. طب انت مش طبيب، عملت ايه بقى في المستشفى بتاعتك؟ انت مش يعني لعيب كوره، ماذا فعلت النادي الرياضي؟ هل انت يعني راضي عن ادارتك لناديك، ولا عايز تجيب خبراء بقى فعلا؟ انا الاوان يشوفوا ايه المشكله اللي عندك. وبعدين احنا يا سيدي راضيين بالدكاتره اللي عندنا. كمل كلام. حلقه مهمه النهارده في كذا، لسه الاماني ممكنه ان شاء الله، لسه الاماني ممكنه، بل ان الاماني قويه، ولعل نتيجة الواحد واحد اللي انتهت بها مباراة الذهاب بين الأهلي والوداد خلت الخيارات حتمية، خيارات الفوز حتمية. ما عندكش، يمكن لو كان في أكتر من بديل كنا ممكن نتكلم على أكتر من فكرة وأكتر من احتمال وأكتر من طريقة وحسابات تبدو متداخلة، لكن رب ضرة نافعة. أما وقد انتهت بهذا الشكل، بقى مطلوب من الأهلي المكسب بإذن الله تعالى، والأهلي إن أراد وجدها إن شاء الله يا باشمهندس. يعني أنت قلت جملة عايزين نتوقف عندها شوية لأنها يعني مهمة. أصبح أمامك خيار واحد. لعل هذا الخيار الوحيد، الخيار مش الخيار. الوحيد هو اللي بيكون دايما المفتاح السحري الذي يدفعك. صحيح. التركيز في اتجاه واحد. العدو امامكم والبحر من خلفكم. بالظبط. الوان واي. بالظبط نفس الموقف الصعب، اصعب شويه. من موقف النجم الساحلي وهو جاي لنا. النجم الساحلي يكفيه التعادل. يتوج. النهارده الوداد يكفيه التعادل. يتوج. مش كده؟ لكن يكفيه التعادل 0-0. ايوه. انما يعني اي تعادل اخر ما ينفعوش. فانت هي بس الاشكاليه ان المره دي مطلوب التعادل من المنافس بتاعك عايز التعادل على ارضه بقى. هنا تبدو الصعوبه. انا ما اناش شايفه يعني فريق مستعصي. هجمه وحيده جت جون، تكاد تكون هجمه وحيده يعني. اللي تشتم منها ان وهجمه مش منظمه. يعني هي الهجمه دي خطورتها جت منين؟ ان ازارو تم عرقلته في منتصف الملعب وعلي معلول متقدم، فاصبحت هجمه مرتده رغم ارادتك. هي دي اخطر حاجه، وانت مندفع للهجمه تروح الكره مقطوعه، اتقطعت بفاول. والحكم تغاضى عنها. وعلى فكره اللي بيقول لك يعني انتوا كل مره هتقولوا لنا ما هو الماتشات القريبه الضيقه المقفوله بيحسمها غلطه حكم. صحيح. لو في تفوق للاهلي نقول له بقى ما انت مضيع 4-5 فرص. لكن القصه كلها الاهلي مسيطر والناس خلاص استسهلت. يعني انت والتوقيت الجون كان مبكر انهم يعني ما اندفعوش لا اراديا للهجوم عشان التعويض. هم ما كانوش هندفعوا، كان هيكتفوا بالواحد صفر. بس هل الواحد صفر للاهلي احسن ولا الواحد واحد؟ نظريا الواحد صفر احسن للاهلي طبعا، لكن على ارض الواقع يبقى عندما يكون الخيار الوحيد الفوز ربما يعطيك القرار الذي لابد منه. بالظبط. ويفرض عليك حتميه اللعب بطريقه واحده، طريقه معينه تؤدي الى انك انت لازم تكسب.
طيب في اطار التجهيز بقى، البعثه ان شاء الله تعالى هتسافر مساء الاربعاء، ففي اطار التجهيز للمباراه المهمه جدا اللي وصفها المهندس عدلي انها فرصه كي يقف التاريخ تحيه للاهلي من جديد باذن الله تعالى، لانه لو فيه معنى حقيقي لكره النادي الاهلي فهو التحدي. التحدي بمعنى الكلمه، ولما الجمهور رفع المستحيل مش اهلاوي كان يعيها، وكان فعلا بيستند على وقائع عده في التاريخ تؤكد على انه عمر ما الاهلي عرف المستحيل، بل بالعكس كلما زادت صعوبه ظهر معدن الاهلي بشكل اقوى، علشان حرق كل الخيارات ولا يبقى الا خيار واحد. الاهلي لو لعب على خيار واحد باذن الله تعالى بتوفيق لاعبته، بمسانده جماهيره، بوقفه ادارته، بتوفيق الجهاز الفني، بتضافر كل الجهود، مرحله الخيار الواحد ومناسبه الخيار الواحد بيبقى الاهلي قدها وقدود. فنتمنى ان شاء الله تعالى ابتداء من بكره، بكره الساعه 3:30 اداره النادي هتفتح ابواب الملعب في الجزيره للجماهير ابتداء من الساعه 3:30، والامل كل الامل ان الجمهور يكون حريص على الدخول بسلاسه شويه. دي اخر بصمه جمهور الاهلي عملها لفرقته ورجعهم بقوه وكملوا بعديها. المهم جدا في ظل هذا العدد الكبير المحتمل، لازم نحافظ على بعض، لازم نخاف على بعض، لازم ناخد بالنا من عدم التدافع، دخول الملعب بنظام، الخروج من الملعب برضه بنظام، لانه اي تدافع لا قدر الله بتبقى مشاكله كتيره في زحام كتير زي ده في منطقه مزدحمه. فنتمنى ان شاء الله تعالى، تجربتهم السابقه بتقول انهم كانوا منظمين بالظبط جدا جدا. على فكره انا عايز اقول حاجه للجمهور ده خطرت في بالي. تصور انا متوقع ان يفوز هذا الجمهور بافضل جمهور في افريقيا هذا الموسم ان شاء الله ويستعيد اللقب تاني ان شاء الله، لان ما قدمه في الفترات الاخيره من ملاحم وتلاحم اعتقد يرشحه بقوه لافضل جمهور. ولو نجحنا في تجربه بكره تحديدا بنكمل الصوره الحلوه. هيئوا الفريق قبل ما يسافر لتونس لماتش الترجي بهذا الشكل الملحمي الرائع، وقفوا مع الفرقه بقوه في مباراه النجم الساحلي، وشفنا ازاي كان للجمهور تاثير قوي جدا في المباراه ثم في مباراه الوداد. فنتمنى ان شاء الله تعالى التجربه بكره مع فتح ابواب ملعب التتش للجماهير لحضور المران، وده اللي كان الكابتن حسام البدري حريص عليه، ووجه الشكر لاداره النادي على استجابتها لمطلب الجهاز الفني بترتيب حضور الجماهير مران ما قبل السفر، علشان الناس تسافر ان شاء الله تعالى باعلى جرعه معنويه وبمعنويات عاليه جدا وباحساس بنبض الجمهور، لانه انتم متخيلين كل هذه الجماهير لما تفضل تهتف لهم زي ما عودتونا ارجوكم فرحونا. فدي المسؤوليه، وده الرساله المباشره والصريحه اللي جمهور الاهلي بيقدمها ان شاء الله تعالى، واللعيبه تكون على قدر المسؤوليه باذن الله تعالى. كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره، بما انك ذكرت حسام البدري والنبي عشان ايه؟ النهارده التقيته في النادي الاهلي، قابلته صدفه يعني. بسلم عليه لقيت واحد لقت شارد مهموم قوي قوي قوي، شايل جبل من الهموم. يا كابتن حسام ما تقلقنيش، في ايه؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بنتك كويسه؟ يسكت كده ويكاد يعني عينيه تدمع، يعمل لي كده. اصريت ان انا اقول له احكي لي ايه اللي حصل. والله يا جماعه لو تعرفوا هذا الموقف البطولي للكابتن حسام البدري، يعني اي واحد مننا مكانه يتخيل هيعمل ايه ويتصرف ازاي مهما كانت المسؤوليات اللي قدامه. لو رئيس وزراء وعنده اجتماع مع مين كان هيعتذر عنه؟ الضنا. انت عارف الحادثه عباره عن ايه؟ انا مش قادر اتخيلها لسه كيف حدثت. بنته نازله في مترو الانفاق في كندا في كندا. تخيل يعني مثلا المترو ده ماشي كده
المترو اللي جاي كده خبطها في اللي رأسها. جاي الله، ده ولا مترو بولاق ده كروب. قلت لها، قلت له ده، قال لي هو لولا انها اتنطرت خبطه نطرتها مكان طبعا كسور في الترقوه وفي الحوض وفي الدراع يا ساتر، مأثره حتى الان على جزء من الوش، مأثره على جزء من الجهاز السمعي، وربنا يستر. حقيقة هي بره الانعاش، لكن انت متخيل بنتك اللي عندها 17 سنة، انت عايز في غربة، وانت في كل الاحوال يا مصدق مش مصدق اللي بيقوله لك، عايز تشوفها بعينيك. صحيح. فتخيل هذا جبل الهموم اللي على كتف الراجل ده، وبعدين واقف يؤدي عمله ذهابا وعودة. يا جماعة، رفقا رفقا، عايزين نستعيد إنسانيتنا، عايزين نستعيد آدميتنا، ونقعد في كراسي بعض ونشوف بعض عشان نفهم مش كل اللي يجي على بالنا نقوله. اتفضل يا إبراهيم. كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، والمهندس سمير عدلي مدير الاتصالات أو العلاقات الخارجية في النادي، سافروا النهاردة للمغرب عشان يرتبوا للبعثة، وعشان يكونوا في انتظار وصول البعثة مساء الأربعاء إن شاء الله. البعثة هتسافر برئاسة المهندس محمود طاهر رئيس النادي، اللي قال على نفسه ضرورة السفر في هذا الظرف علشان يكون أكبر داعم ومساند للفريق في هذه المهمة الصعبة جدا. الكابتن سيد والمهندس سمير عدلي حريصين على وضع كل الترتيبات اللي خاصة بالتدريب، ملاعب التدريب، الإقامة، التنقلات، حضور المباراة، الجماهير، التذاكر المخصصة، كل ما يلزم المباراة يكون الوضع جاهز تماما في انتظار وصول البعثة بإذن الله تعالى. لعيبة الأهلي الأساسيين اللي شاركوا في مباراة الوداد خدوا النهاردة تدريب استشفائي علشان يخلص اللاعبين من بعض الإجهاد اللي عالق بيهم، وعلشان ينسقوا للمرحلة الجاية فنيا. دي بعض اللقطات من المران. الفريق أدى تمرين النهاردة الصبح على ملعب مختار التتش بعد ما كان حصل على راحة امبارح. أيضا يمكن بالنسبة لبعض اللاعبين أصحاب المواقف الطبية المعلقة، الجهاز الطبي بيأكد على أنه صالح جمعة يمكن يشارك في مران بكرة إن شاء الله، عنده إصابة في الخلفية، حتى الآن فرصة لحاقه بالمباراة تبدو غير مؤكدة، يلحق أو لا يلحق المسألة متوقفة على التيست الأخير اللي ممكن يتعمل له يوم الأربعاء قبل السفر إن شاء الله. إذا كان هو ما بيروحش ينتظم في العلاج يا إبراهيم، الحقيقة الواحد غاب مرتين عن التدريبات يعني التأهيلية، والجهاز الفني بيطبق اللائحة معاه. لكن علي معلول، ودي ربما تكون الخسارة اللي إن شاء الله تعالى يكون حسين السيد أو صبر الرحيل أو من يختاره الكابتن حسام البدري يكون بديل جاهز وقوي لهذه المباراة الصعبة، لأنه علي معلول يعني حتى الآن هناك شكوك كبيرة في إمكانية لحاقه بالمباراة، لكنه هيسافر مع البعثة عشان يكون قريب مع اللعيبة ويكون مساند ليهم معنويا. احتمال يعني يجد جديد وربنا ينفخ في صورته ويلحق بالمباراة، لكن طبيا حسب تأكيدات الجهاز الطبي المسألة صعبة أنه يلحق بالمباراة، بل يكاد يجزم الجهاز الطبي أنه هيكون علي معلول بره مباراة منتخب بلاده مع ليبيا اللي هتكون في تصفيات كأس العالم، والتونس محتاجة فيها إلى نقطة علشان تتأهل لكأس العالم. أيضا يمكن فرصة علي معلول في أنه يلحق بمباراة الأهلي القادمة في الدوري مع الإنتاج الحربي أيضا يراها الجهاز الفني بعيدة شوية. الجهاز الفني بدوره طبعا حرص على تجهيز حسين السيد وعلى تجهيز صبري رحيل للمباراة اللي ممكن فعلا يظهر فيها حسين السيد إن شاء الله بمستوى يضيف لمستوى هاني، لأنه شفنا محمد هاني لما خد فرصة في الناحية اليمين المباراة، مباراة النجم الساحلي، كان على قدر المسؤولية هو نفسه وقدم عرض كبير جدا. وحسين السيد نفس الحكاية، في كل مرة بياخد فرصة بيثبت أنه هو لا مش بديل أبدا، إذا كان هو أو صبري أو من يختاره الكابتن حسام البدري بيكون عنده حسن الظن به إن شاء الله. يعني أنا بس خاطر جالي على بالي، بقالنا كل يوم يقول لك ونجم يغيب ونجم ما يغيبش، ونجم لعيب واحد مصاب
في الوداد. اه عاملينها لنا الحدوته حواديت الصباح والمساء. والمستشفى اللي عندنا، المستشفى اللي عندنا فيها وليد سليمان نجم الفريق. انتوا عارفين وليد في مباراه الوداد لعب كبديل ثم خرج ايضا. الجهاز الطبي قال ان هو ما عندوش حاجه مؤثره، عنده قفشه شويه في ظهره ادت الى خروجه، تماثل للشفاء منها، والجهاز الطبي عنده امل ان شاء الله تعالى ان وليد يكون جاهز للمباراه، وانه اصابته باذن الله لن تعوق مشاركته. ايضا الدكتور خالد محمود طبيب الفريق قال بالنسبه لحسام عاشور، لا انسوا عاشور، صعب جدا يلحق بالمباراه. في جهود كبيره بتبذل لكنه لا يتوقع امكانيه لحاقه طبيا بالمباراه. عارفين حسام بيعاني من شد في العضله الضامه وغاب الفتره اللي فاتت، حتى لو خف يبقى راجع من نقاهه يعني. ففي صعوبه كبيره ان يلحق ايضا حسام عاشور بالمباراه. نجم الهجوم عماد متعب غاب عن تدريبات الفريق الجماعيه النهارده بسبب مرض بنته، لكن عماد الناس بتعول عليه في فرصه كبيره ان شاء الله تعالى في المباراه اللي جايه يا باشمهندس. طبعا، وعماد لو يعني ربنا وفقه خبره كبيره ويستطيع انه فعلا في اللحظات القاتله يغير لك نتائج المباراه طبعا. الكابتن حسام البدري زي ما انتم شايفين يمكن خصص جزء كبير من التدريبات النهارده على تسديد ضربات الجزاء، وبيبحث مع الجهاز زي شايفين هو مع احمد ايوب ومع سيد معوض في مشاورات مستمره. هو مركز على ضربات الجزاء، لازم يمرن اللعيبه عليها، حل بديل محتمل، لانه في حال انتهاء المباراه بنفس النتيجه 1-1 هيكون الاحتكام لركلات الترجيح مباشره. فبالتالي ده احد الحلول المحتمله المطروحه والممكنه في مباريات نهائيه كتيره احتكم الفريقان لركلات ترجيح في المباريات النهائيه. فبالتالي ان احنا نجهز اللعيبه، يكون حسام البدري عنده تحديد للافراد المنوط بيهم تسديد ضربات الجزاء في حال الاضطرار اليها، فالراجل بيعمل فقره في نهايه المران للاطمئنان على تجهيز اللعيبه على هذه المساله. بمناسبه الاصابات، مروان محسن اللي طال غيابه عن الفريق لفتره طويله، ابتداء يمكن اصيب في كاس الامم الافريقيه في فبراير الماضي مع المنتخب، عمل عمليه في العمود في الرباط الصليبي ابعدته فتره طويله، بيواصل تدريباته التاهيليه. شارك مروان في المران الجماعي اللي اقيم اليوم، والجهاز الطبي بدا يطمئن عليه، وكابتن طارق عبد العزيز اخصائي التاهيل مخصص برنامج خاص لتأهيل مروان محسن وتجهيزه للمرحلة اللي جاية إن شاء الله. هو بيخوض المرحلة الأخيرة من تدريباته العلاجية التأهيلية يا باشمهندس. يعني مروان طبعا يا رب يلحق حتى كأس العالم للأندية بإذن الله. بإذن الله، شوف التفاؤل بقى إن شاء الله تعالى. بإذن الله، بإذن الله إن شاء الله يلحق كأس العالم للأندية وكأس العالم مع المنتخب بإذن الله. إن شاء الله. بمناسبة علي معلول التونسي وإصابته، عندنا أيضا اللاعب التونسي ولكن في الكرة الطايرة شكر الجويني لاعب الأهلي التونسي. مش جه النادي الأهلي لازم يصاب؟ لازم يصاب صحيح. شكر الجويني لاعب الكرة الطايرة التونسي المحترف في النادي الأهلي، كان عنده إصابة بدأ التشافي منها وبدأ التدريبات مع الفريق. الجويني توج مع منتخب بلاده ببطولة الأمم الأفريقية مؤخرا على حساب المنتخب بعد ما منحه محمد مصلح المدير الفني للاهلي راحه 3 أيام، وبينتظم في تدريبات الفريق. انا اتفرجت على بعض المباريات المهمه في البطوله بتاعه افريقيا للمنتخبات. ازعم من الكاميرون اللي احنا كسبناها 3-0 بصعوبه شديده جدا، اقوى من فريق تونس حاجه، ورغم كده نخسر 3-0. يعني انا ممكن يكون عدم جاهزيه والله، لان برضه ما شفتش يعني عبد الحليم عبو ده هو بينزل علشان الحائط الصد، ما شفتوش يعني في حالته. محمد عادل مش في حالته، محمد عبد السلام ما تقدرش تقول في حالته ولا مش حالته، لكن ما تشعرش ان 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 لعبتنا في افضل حالاتها. ال
اتحاد الكرة بيلغي مباراة المنتخب مع الإمارات اللي كانت مقرر إقامتها في طريق سفر المنتخب لغانا لأداء المباراة الختامية. كان مقرر انه هيلعب في ابو ظبي مع المنتخب الاماراتي يوم 9. هو انت في خبر سقط مننا بتاع مواليد ال 99؟ لا ما سقطش ولا حاجه. قلته؟ لا ما قلتوش، قول انت. بس عايز اقول مصر والامارات وبعدين نرجع. حالا الكابتن مجدي عبد الغني بيقول لفريق الاعداد انه اعلن الغاء هذه المباراه. كان المنتخب هيلعب مع الامارات في طريق السفر الى غانا لاداء المباراه الختاميه في تصفيات المجموعه بعد ما منتخب مصر والحمد لله تأهل لكأس العالم. تم إلغاء مباراة مصر والإمارات لعدم قيدها في الأجندة الدولية. كان الجهاز الفني بقيادة كوبر عنده أمل يحسن ترتيبه، يتم إقحامها على الأجندة الدولية، لكنه ما تمكنش من كده وبالتالي ما بقاش في جدول لإقامتها. عاجبك إيه في فريق 99؟ ده أنا مش عاجبني إيه في فريق 99. عايز تعلق عليه في إيه؟ هو كسب طنطا 4-0. لما تقرا الخبر لحد كده بسم الله ما شاء الله. لما تعرف ان هو الثالث في الترتيب برضه فريق 99 يعني فريق مهم. فريق مهم هو طبعا هو اللي بيجهز لك 99 خلاص اصل يعني خطوه درجه اولى 18 سنه. ايوه فانا برضه في الفريق الاول يعني واحنا بدري قوي نبقى في الثالث يعني ده في الجوله الخامسه. في الجوله الخامسه يعني من 15 بونت عندك 10 بونت. مش عارف يا جماعه والنبي ارجو تدارك قطاع الناشئين نتائجه لا السنه اللي فاتت ولا السنه دي. السنه اللي فاتت ما خدناش ولا بطوله ومش مساله البطوله. ما انت ممكن تقول لك وطلعت 5-6 لعيبه فوق من بعد جيل 98 ما شفتش حد. بالعكس الجيل بتاع رمضان 97 98 الجيلين السنتين دول هم دول اللي طلع منهم كام لعيب وقبليهم تريزيجيه. لكن بعد كده في حاجه شوفوها بصوره. رمضان والمجموعه ديت وتريزيجيه ده الجيل اللي بدري مطلعه من مدارس الكوره اخر ثمار كورفر. كانوا براعم صغيره. اشتغل عليهم بدري. فارجو شوفوا ايه فين الخلل بقى ومن فضلكم عايزين علاج وفوري. النادي الاهلي احنا شفنا لما يبقى قطاع الناشئين قوي عنده بيوفر لنا فلوس قد ايه وبيبقى معظم الفريق من ابنائه بتبقى حاجه حلوه جدا. صحيح. فمن فضلكم. الكابتن رضا عبد العال نجم الاهلي ونجم الزمالك واللاعب الموهوب اللي كتير ما امتع الجماهير له تصريح الحقيقه على نبروه. هو دلوقتي المدير الفني لنبروه. انت عارف رضا عبد العال؟ طبعا عارف رضا عبد العال. الاهلي بيرسم البسمه على وجوه الجماهير. هرجع للجماهير لكن معنا على الهاتف من المغرب سياده السفير اشرف ابراهيم سفير مصر في المغرب. معالي السفير اهلا بسعادتك وتحياتي وتحيات المهندس عادل القيعي. اهلا بيك وتحياتي ليك والمهندس عادل القيعي ومشاهدينا. سياده السفير ترتيبات وصول للبعثه الاهلي ان شاء الله والاجواء عند سعادتك عامله ازاي؟ هو طبعا الترتيبات هي من بدايه ما الاهلي يعني كسب النجم ووصل النهائي السفاره الحقيقه كان ليها ترتيبات مع السفاره المغربيه في القاهره لتسهيل حصول البعثه على التاشيرات وحصول الجماهير على التاشيرات والتنظيم عمليه الجماهير من الناحيتين. بالنسبه لترتيبات وصول الاهلي هو طبعا الكابتن سمير عدلي والكابتن سيد عبد الحفيظ وصلوا النهارده. كان في البعثة استقبلتهم وحضرت معاهم الاجتماع مع فريق الوداد والترتيبات احنا من الاول بنرتب كنا مع فريق الوداد بالنسبه لكل الترتيبات. تمام. هل الكابتن سيد هل الكابتن سيد له مطالب معينه ولا الامور مزلله بشكل كويس؟ الامور مزلله. احنا من قبل وصولهم كنا على اتصال مع الامور مزلله واحنا طبعا تحت امرهم في اي حاجه بيطلبوها بنحاول نلبيها يعني في اللحظه يعني. سيادتك كنت عايز تقول حاجه قبل هذا التعليق؟ لا انا كنت هقول لك بس ان هم طبعا المفروض ان الكابتن سمير عدلي والسيد عبد الحفيظ هم دلوقتي وصلوا وعملوا الاجتماعات مع فريق الوداد للترتيبات. هم يعني بيشوفوا بفضل بين فندقين ينزل فيهم بعثه الاهلي عشان يعني بيدوروا على المكان الاكثر راحه للفرقه. سعادتك فريق الوداد
حضر الى القاهره، ويعني مؤكد ان احنا مشاعرنا كلها كانت مع الاشقاء المغاربه، ويعني بدلنا قصارى جهدنا ان هم يقضوا فتره طيبه. لكن كان حصل بعض التعليقات من بعض الاعلاميين ان في مضايقات، هل دي ليها اي اثر موجود حضرتك وتشعر انها قد يعني تضع بعض الصعوبات يعني بلغك حاجه عن هذا الموضوع؟ لا، هو طبعا كان في بعض البرامج، يعني انا شفت التلفزيون امبارح تعليقات الناس اللي راجعه ما كانش فيها اي حاجه سلبيه، بالعكس. يعني طبعا احيانا بيبقى في بعض البرامج بتستعمل على الاشاره. كان في جورنال النهارده قال ان الامن ضايقهم شويه للمشجعين المغاربه، كانوا عاوزين يرجعوا القاهره رتبهم الطياره من برج العرب. انما اعتقد ان دي في اطار، يعني انت عارف في بعض الدرايف دايما بتحاول الاثاره والبتاع، انما الامور كلها اعتقد المشاعر طيبه، ما فيش اي اجواء سلبيه خالص. اعتقد ان الفريقين يعني شقيقين، ما فيش اي توترات، يعني ان شاء الله كل الامور تعدي على ان شاء الله يا فندم. جاهزين لاستقبال اي عدد من الجماهير المصريه اللي ممكن تسافر يا استاذ سفير؟ جاهزين لاستقبال، لو مصر كلها جايه تشجع الاهلي جاهزين لاستقبالها ان شاء الله. طبعا في ترتيبات لدخول الجماهير للاستاد، احنا متفقين مع فريق الوداد انه مشجعي النادي الاهلي هيخشوا بالباسبورات مش بتذاكر، بالباسبور عشان الصعوبات اللي شكلها مساله التذاكر، فهيخشوا بالباسبورات، مخصص لهم مكان، ويعني ان شاء الله يبقى كل الامور على ما يرام. احنا يعني حريصين جدا ان الجماهير الفرقه والجماهير يعني كل سبل الراحه تبقى موفره ليهم باذن الله. حاله الطقس تقريبا درجه الحراره مقاربه للقاهره في الفتره الحاليه مش كده؟ الفتره الحاليه يعني الجو مقارب جدا للقاهره، جو لطيف، جو ربيعي حتى نقدر نقول. هو عاده الرباط بتبقى اشعه من كده شويه، انما يعني الجو حلو، اعتقد انه هيكون مناسب جدا للمباراة بإذن الله. والمباراة في ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء. إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. إن شاء الله. حضرتك تحب توصي لعيبة الأهلي وجماهير الأهلي بحاجة قبل ما يجوا؟ لعيبة الأهلي أعتقد إن هم يعني محتاجين للتركيز في المباراة. جماهير أنا يعني نصيحتي ليهم إنه يبقى التشجيع بحماس ودون يعني أي تجاوز، يعني الالتزام بتعليمات الامن، الالتزام بتعليمات الاتحاد الافريقي، ما فيش شماريخ، يعني بحيث ان الامور تمشي كلها بسلام، وانا متاكد ان هم يعني هيكونوا على عند حسن ظننا. الجماهير متاكد ان الاهلي ان شاء الله يكسب ونحتفل معاه بالبطوله هنا ان شاء الله. في حضور رفيع المستوى واضح في المباراه، يمكن الحكومه المغربيه تكون مهتمه لانه الاتحاد الافريقي داعي حتى انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي. ايوه طبعا، نهائي بطوله الانديه الافريقيه، اكبر بطوله افريقيه، وبالتاكيد في اهتمام على جميع المستويات في المغرب. وطبعا الحضور اكيد هيبقى رفيع المستوى على المستوى الحكومي وعلى جميع المستويات ان شاء الله. ما اعلنش عن حضور الملك مش كده، ولا ما يعلنش عنها دلوقتي؟ لا لا لم يعلن، لم يعلن. سؤال كده، في بعض الدعابه وممكن ما تجاوبش عليه سعاده السفير بعيدا عن كل شيء، انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ انا اسماعيلاوي. انا بشجع اي فرقه مصريه بتلعب في اي حته. ما هو ده الرد المتوقع. بلعب باسكت في الاهلي قبل كده. والله؟ طيب اسماعيلاوي اهلاوي دي تبقى جديده وحلوه. عموما ان شاء الله سعادتك تحتفل مع البعثه، وان شاء الله الاهلي يكون سعيد بوجود سعادتك معاه ان شاء الله. باذن الله. ان شاء الله باذن الله. شكرا جزيلا. شكرا لسعادتك يا فندم. لمعالي السفير اشرف ابراهيم سفير مصر في الرباط. مطمئنا جماهير الاهلي اولا على امكانيه استقبال اي عدد من الجماهير هيسافر ان شاء الله. في شركات سياحه كثيره منظمه رحلات للمغرب، ولكن الراجل بيأكد على انه ضرورة الالتزام بالنواحي الامنية باجراءات. لا يسهلوا الدنيا عليهم، لان برضو انت هنا لما الامن بيقول لهم لا بلاش التوجه تركبوا من القاهرة، هو حريص عليهم طبعا، لانه مش معقولة. يعني لازم نحترم البلد ونظامها وسعيها الى اقرار الامن وضوابطها. الناس اللي تيجي عندنا تحترم هذا، واحنا لما نروح عند الناس نبقى ضيف خفيف جميل لطيف، نشجع ونحب فرقتنا ونرجع بنحتفل معاها دون مساس ان شاء الله. ان شاء الله.
انت عارف ان هو كان قبل السفير اشرف ابراهيم كان السفير لا ده كان اهلاوي ايهاب عبد الاحد جمال الدين ابن سياده الدكتور عبد الاحد الله يرحمه كان لغايه يمكن الشهر الماضي بس شوف الله بقى قال لك اسماعيلاوي بس كنت بلعب باسكت في لا كويس انه سفير رياضي كمان رياضي لا هو اللغه بتبان انه رياضي يعني كابتن رضا عبد العال في قناه دي ام سي اقول لك انا بقى رضا عبد العال ده خف الدم يعني رضا عبد العال وهو بيلعب كان بيمتعنا بمهارات عبقريه وفكر مش متوقع دايما كوره غير متوقعه الغير متوقع شخصيته اللطيفه جدا الساخره جدا واللي الناس زعلت منها في الاول افتكروه بيتكلم جد في كل حاجه اتاريه بيسخر من كل شيء بما فيه نفسه فخف الدم يعني هي من اما بعرف انه على شاشه بحب اسمعه والله جد بصرف النظر هيقول ايه لانه دائما اراءه صادمه يعني يقول لك المدربين ايه انت فاكر مش عارف ده احنا دول كلهم هجاصين وانا منهم يعني على طول له حاجات فبرضه دي هتلاقي فيها خف الدم تعليقاته دي طب تتفرج عليه طبعا نشوف رضا عبد العال مبروك ليه فانيلات بايرن ميونخ عشان الراعي ما يعني قعد يرقصنا لغايه اخر يوم وما جابش لعبه تلعب ريانا لا فعشان العب ريانا بس فاحنا خدنا الطقم ده وحطينا البادج بتاعنا برو على وعلى فكره اتبعت لنا فاكس من بايرن ميونخ بيقول لك انت بتتريق اقسم بالله لازم بقول لك كده وبيقول لك عادي ومفيش مشكله واحنا هنعمل معاكم توامه وبتاع وده شرف لينا ان انتوا بتلبسوا فانيلاتنا فعلا بقول لك والله فعلا رسمي اقسم بالله لازم بقول لك كده فاكس النادي نبروج انت كنت متخيل ده يلقى صدى بشكل لا طبعا ولا في دماغك اصلا لا طبعا هات لي ابني فانيلات بتاعت الفرقه دي لبسها للرجاله والرجاله وقال لك البسوها مفيش اي مشكله وهنعمل معاكم توامه ولو في عندكم لعيبه ناخدها بايرن ميونخ بعت لهم قال لهم شرف لينا انكم تلبسوا الفانيلات بتاعتنا ولو عندكم لعيبه ناخدها ولو عندكم لعيبه ناخدها عايزين نعمل معاكم توأمه بين البايرن ونبرو ففي خف الدم كده يعني مش ممكن يعني لا طبعا بمناسبه اتحاد الكوره ايه رايك في اجراء الانتخابات التكميليه دي؟ حلوه يعني رست على المقعدين بتاع حازم صحر وحازم الهواء كويس ما نوقفش قدام الحاجات دي كتير ما هو اتحاد واصل لكاس العالم انت بتدلعه شويه امرك لله مش عايزين دوشه على الاقل مش عايزين تشتيت مش عايزين شوشره على منتخب رايح ويفضل الاتحاد الدولي يناقش هم الناس دي بتحترم انتخاباتها ولا ما بتحترمش انتخاباتها حتى لو انت صاحب حق احيانا بتبقى صاحب حق وتلاقيك انك انت لما تضغط شويه عن حقك تكسب اكتر فالحس الدبلوماسي والحس السياسي ممكن يكون حلها كده قبل بقى ماشي يا سيدي مصدقينك وخلاص نعمل على المقعدين دول وخلاص اعمل على المقعدين دول وخلاص والجميل بقى ان بيقول لك حازم وصحر عايزين يترشحوا طب ما يحق لهم يحق لهم ازاي خلصهم المشاكل غريبه قوي لا يعني هي هتدخلنا كل يوم لا هو خلاص ما تقدموش بس كان في ناس بتقول كده هم ما تقدموش خلاص طبعا يعني على الاقل اتحاد الكوره خلاص احنا باصين لاتحاد الكوره دلوقتي ان هو اللي واخد فرقتنا ورايح بيها كاس العالم مش اكتر من ان شاء الله تعالى يا رب يا رب كاس حد منهم يجي معانا الامارات باذن الله تعالى ان شاء الله في كذا لسه الاماني ممكنه بعد الفاصل شروط الفرحه ان شاء الله الآن
التاسعة يا أهلي. أحلى كرة في أفريقيا، أحلى كرة في مصر، رجعتنا لأيام جميلة. بيت نجوم النادي الاهلي. ماتشات زمان في الاوقات التاليه على قناة الأهلي. برحب مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامجكم الكرة والجمال. بنحاول يبقى فيه صراحة مع الجماهير. بيت فينا الأهلي بخبراته الكبيرة في أفريقيا قادر اللي هو إن شاء الله يجيب انتصار هناك. عشان الأهلي طبعا أنا بألغي كل التحفظات. جمهور النادي الاهلي استحق ان كل قناه قويه. كعضو مجلس اداره اتحاد كره القدم للجماهير ما بترجعش. ملف لازم يتفتح ولكن بنشتغل فيه بشكل خاص. الجماهير عاوزهم يفرحوا، عاوزهم يروحوا مبسوطين. ما اجيبش جوان ده مؤمن وحش. اجيب جوان عايز يمشي يجي له عرض. اللي مش مقبول بالنسبه لنا وخط احمر حد يتكلم على رئيس النادي الاهلي، جماهير النادي الاهلي المحترمه. الكرة والجماهير غدا الساعة 9 مساء على قناة الأهلي. أهلا بكم شاهدي قناة الأهلي في كل مكان. الأهلي يحقق رباعية نظيفة. سعد 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 مع الأهلي لحظة بلحظة. كل الأخبار والانفرادات الخاصة بالأهلي في أي زمان وفي أي مكان ننقلها لكم يوميا وحصريا. الأهلي صوب أعيننا في النشرة الرياضية على قناة الأهلي. قام المهندس محمود طاهر دائما في قلب الحدث الأهلاوي. جمهور النادي الأهلي في كل مكان. النشرة الرياضية في الأوقات التالية على قناة الأهلي. أنا الالتزام دايما بتعلم، دايما بتحرك، ببص لقدام، بجري مش بس عشان حياتي، بحب الكورة، بطير بحلمي، وعندي هدف. بحلم بالبطولة. مش لوحدي. أنا كمان جمهور في كل مكان. أنا أنت. أنا الأهلي. الأهلي فوق الجميع. الآن نتعرف. أهلا بحضراتكم من جديد في كازا. لسه الأماني ممكن إن شاء الله. كازا بلانكا الدار البيضاء، وده تقريبا مسمى إيطالي، ودي مدينة العاصمة الثانية للمغرب الشقيق والعاصمة الرياضية، لأنه كفاية أن فيها الرجاء والوداد الاثنين. ده درب الدار البيضاء، الاثنين على درجة عالية من الندية والتكافؤ والجماهيرية، والأماني لسه فيها ممكنة بإذن الله تعالى. الأهلي يرجع بالأميرة. تعادل الأهلي
مع الوداد في المباراة الأولى تحب تشوف المردود الصحفي الناس شافتها ازاي؟ لأنه أنا الحقيقة يعني بعد ما هنستعرضها هقف مع المهندس عدلي عند جزئية إنه آفت مدينتنا الأفوار صحيح. إحنا لما نتعادل فجأة الدنيا تضلم. وليد أزارو اللي كان فرخة بكشك بعد ماتش النجم وكل الناس شافت أسفين يا أزارو رجعوا النهارده ناقمين على أزارو. مباراة فوق ومباراة تحت. دون طب أنا قلت لك مشكلة أزارو زي ناس كتير جدا من المهاجمين على مستوى العالم الكرات الانفراد. الكرة اللي فيها قرار من لمسة واحدة دي كرة سهلة على المهاجم. إن تاخدها فيرست تايم تنط تلعبها بالهيد تلعبها ببطن رجلك كرة بالعرض تتزحلق تعملها. إنما اللي فيها قرار وأنت بتجري دي كرة صعبة جدا. ولذلك الكرة اللي جابها مؤمن دي كرة فيها فكر سندة ولطشة ده فيها قرار وفكر. لكن المرة دي صراحة أنت بتقول قفت مدينتنا كويس. أنا توقعت وأنا أتابع بعد الفضائيات وآراء الجماهير أنا فوجئت الناس راضية جدا عن أداء النادي الأهلي وقالوا عملنا كل حاجة في الكورة. لكن هجمة فيها لحظة شرود أو في توفيق زائد من النجم الوداد جابوا جول وما كان الأهلي يستحق أن يخرج متعادلا. وأنا قلت لك إن التحكيم يفرق في الماتشات المقفولة اللي زي دي. فالجون من فاول في نص الملعب واضح جدا على أزارو وخدوا الكرة عملوا بيها هجمة مرتدة. ولينا ضربة جزاء لا يناقشها إلا الناس اللي في نفوسها مرض صحيح ودول مقابلنا كتير قوي بقالهم مدة. طيب هنقول لحضراتكم منشطات الجرايد وردات الفعل الصحفية بعد تعادل الأهلي مع الوداد. الأخبار كانت في الصفحة الأولى بتقول الأهلي يكتفي بالتعادل مع الوداد، المارد الأحمر يؤجل الحسم لمباراة العودة، وده تصدر الصفحة الأولى في الأخبار وتأكيدا على أهمية المباراة وقيمة الحدث والأهلي. الأهرام أيضا في الصفحة الأولى الأهلي يتعادل مع الوداد 1-1. الأخبار في صفحاتها الداخلية الأهلي يهدر كل الفرص السهلة ويكتفي بالتعادل مع الوداد 1-1. المارد الأحمر تنتظره مهمة صعبة في مباراة العودة بالنهائي الأفريقي في التأكيد على المهمة الصعبة. الأهرام في الصفحة الأولى الأهلي يتعادل مع الوداد 1-1 في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا. وفي الصفحات الداخلية بن شرقي يؤجل حسم اللقب الأفريقي إلى مركب محمد الخامس. الأهلي يتعادل مع الوداد 1-1 في السيناريو المزعج. وبطل مصر لعب ناقصا في حضور أزارو والحكم تجاهل ضربة جزاء للأحمر. قالت الأهرام أيضا في تحليل الصديق العزيز محمود صبري لهذه المباراة تخلى التوفيق عن البدري فاصطدمت أحلامه بجدار عموتة. وقال كمان الأهرام هل أخطأ الجهاز الفني بإشراك الحاوي مصابا وإخراج أجاييه؟ وقالت الأهرام البطولة لم تنتهي في برج العرب لأن الفارس تعود على التتويج خارج الديار. ودي تحتها أنا بس عايز أتوقف في مسألة مهمة. الحديث دائما عن التغييرات وكأن التغيير لازم ينزل يجيب جون. طيب هل أخطأ البدري بتغيير أجاي؟ هتقول أجاي اتغير في الدقيقة كام؟ افرض إن أجاي ده قاعد على الدكة ونزلته. إذن الآمال كانت ستعقد على أجاي في الفترة طالما إن هو أنا مش بقول أجاي لاعب مهم جدا جدا أهم لاعب في النادي الأهلي. خلاص؟ لكن فكرة إن لعيب يبقى باله 70 دقيقة ولما يخرج نقول أخطأ المدرب إنه أخرجه، طب ما هو 70 دقيقة لو أحدث الفارق لأحدثه. يا جماعة النادي الأهلي مجموعة لعيبة يجي 20 لعيب كلهم أحسن من بعض، مفيش في هنا خطأ. مفيش حاجة اسمها عبد الله سعيد أحسن ولا صالح جمعة، الاثنين هايلين. مفيش خطأ إنك تلعب واحد منهم. صحيح. مفيش فكرة إن مين أحسن الشيخ ولا مؤمن. الاثنين هايلين وكل واحد له بطعمه يستطيع ان يحدث الفارق. اجاييه الكلام ده
اظهروا اللي احنا بنقول مش مبسوطين منه. له ضربه حره اصفرت على هدف فينا، وله ضربه جزاء كالعاده في كل مباراه. لعيب بيجيب لك ضربه او اثنين ضربات جزاء وبينفرد مره او اثنين في كل مباراه، ازاي ده يبقى لعيب لا يؤدي ما عليه؟ يعني لازم يبقى في نقف، مش معنى مش التحليل من خلال النتيجه. التحليل ما ينفعش من خلال النتيجه. المسا قالت ويبقى الامل يا اهلي. اخبار الرياضه قبل المسا، بتعادل غير عادل أهو. الاهلي يؤجل حسم اللقب. حلو قوي الكلام ده. وقالت سيطره للاهلاويه ودفاعات مغربيه عن كابوتيه. حلو. طيب اقول لك حاجه. هو النادي الاهلي مش بيواجه هذه الدفاعات وبيلعب. طب استنى بقى، ما يعني الشوارب حط لنا العنوان فخلانا لازم نعلق على السطر اللي تحت سيطره للاهلاويه، لانه ملك وكتابه في المانشيت. ايه؟ خطه لايقاف ملك وكتابه ولغز صمت طاهر على هريدي. يعني خلينا فيما يخصنا خطه يوقفونا؟ خلينا نتكلم لجمهورنا فيما يخصنا. خطه لايقاف ملك وكتابه مفيش كده خالص. اصلا مش محتاجه خطه. صحيح. ما تطلعوش النهارده. ايه الخطه اللي فيها يعني؟ يعني ايه الخطه اللي فيها؟ مفيش خطه، انتوا ما حدش قال لنا ما تطلعوش. صحيح. طيب خلاص، هو الشيء بالشيء يذكر. انا لمحتها على الغلاف يعني. بص يا استاذ ابراهيم. دلوقتي احنا قناه. كويس؟ هنعتبر زي ما الناس بتقول يا سيدي ان احنا مع طرف على حساب طرف، فليكن. هو انت لما يكون اي برنامج اخر ها مع احد الطرفين باستمرار باستمرار باستمرار، ايه المشكله ان هو يبقى مع الطرف ده واحنا يا سيدي مع الطرف الثاني؟ ايه المشكله؟ فين الخناقه؟ دون اي اين التطاول؟ أو يعني أو لماذا تفهم. نتعرض الى التطاول وتلقيح الكلام ليل نهار؟ لماذا يا استاذ ابراهيم؟ انا كنت في النادي سمعت كلام مؤسف مؤسف. يعني الشخص الذي كاد ان يفقد عقله من كتر ما هو في حاجه يعني مغلول قوي في نفسه على غير ما اتوقع، نازل شتيمه. كل ما قابل حد يقول لي ده شتمك قدام فلان، ده شتمك قدام فلان، ده شتمك ومش عارف ايه، وشتم حسن حمدي وشتم الخطيب. يا عم انت راجل دلوقتي عندك اشكاليه، اشكاليتك ايه؟ ان اصحابك نبذوك، احنا مالنا؟ بتفرغ فينا همك ليه؟ انت راجل عندك مشكله بتتفانى في انك انت تبين يعني انك ضدنا يمكن يرضوا عنك؟ احنا مالنا؟ مش مشكلتنا. عيب عيب عيب. لم يكن الاهل يوما هكذا. ويسلطوا لك بقى اطلع اشتم هنا اثنين ثلاثه بعضهم اعضاء وبعضهم تحول الى شبه اعلامي، اطلع اشتم هنا اطلع، وبقى الكلام بقى ايه ليس له علاقة لا بالواقع ولا بالحقيقة. ولا واحد يقول لك اسأله، ده واحد بلغني، ما تشوفوا حسن حمدي أقل عدل القعي ليه؟ أقلني أنت حسن حمدي؟ أقلني أنت إبراهيم؟ أقلني أنت حضراتكم؟ أقلني أنت يا صاحب السؤال؟ ها؟ وإيه بقى قالوا بعد ما قعد مع ممدوحة؟ بس يا حبيبي أقلني أنت وماله؟ عايز أعرف، قول لي، يمكن أقلني وما قاليش. والله يجوز خد القرار وما بلغنيش. ما بلغتش. يعني قول لي وايه قعدته ايه علاقه ممدوح عباس انه يقلني؟ يعني يعني هو يقولها كده تلقيحه ويسيبها غامضه بقى عشان الناس، يا نهار اسود. ايوه. خد خد الكبيره. خد الكبيره. هذا كلام يا سيدي، انت ايد اللي بتايده وانا ايد اللي بايده، ايه نشتم بعض ليه؟ لماذا؟ لماذا؟ ما نسيبش ليه الجسور ممدوده عشان لما نقابل بعض بعد الحدث البايخ ده ما ينتهي ناخد بعض تاني بالحضن ونلعب كرة مع بعض ونتكلم مع بعض ونقف؟ هي أول مرة انتخابات في النادي الأهلي ولا إيه؟ بس هي أول مرة بالشكل ده؟ طرف بيشتم طرف عمال على بطاله ومحدش بيرد. هترد تقول إيه؟ ما هو أصل النادي الأهلي، إحنا مش هنفرج الناس عن النادي الأهلي. هذه الثقافة، هذا بالضبط ما أراده المخترقون أعداء الأهلي اللي بيكرهوا الأهلي. ولنا عودة عشان نقول لهم من أين أتت المشكلة، مشكلة القناة، لأن كان مزروع واحد من الزملكاوية عضوا منتدبا ها على قناة الأهلي، قال أستاذ مازن مرزوق، وهقول لكم دوره كان إيه وبعدين
هنتكلم. هو انا لما اقول كده للنادي الاهلي تقول لي بتفشي اسرار ايه؟ ده انتوا لازم نفشي الاسرار دي عشان اذا كانت اسرار هي مش اسرار. احنا كنا بنقولها في عز اللحظه وكنا بنحذر منها. النهارده ادي تدعيات. نرجع نقول لك اصل جواب من الكابتن حسن حمدي، يعني اذا هي قضيه ميؤوس منها. لو كان السبب في الحكم جواب من الكابتن حسن حمدي طب قومنا محامين ليه ما حولناش؟ خدوا ملايين وما حاولناش نحلها ودي. يعني لو ان سبب الحكم خطاب طلع من عند الكابتن حسن حمدي يبقى انت داخل القضيه وانت تعلم ان في خطاب هيضعف موقفك، مش كده ليه يا استاذ ابراهيم؟ يبقى الحصافه والعقل يقولوا ايه؟ حلها ودي. انما نتمادى وتحكيم وتحكيم بعدين في الاخر نقول لك حسن حمدي. لا قد يكون قد يكون لا، قد يكون عامل مساعد، قد لا يكون خالص. لكن الفكره اللي انا بقولها هو احنا بنشتم بعض ليه؟ ما تدوروا على الحقيقه بدل ما نقعد نشتم بعض. انا بقول كلام يا كذب يا حقيقي. اذا كان كذبا ابقى انا راجل مغرب، ابقى انا راجل بتقول. اذا كان حقيقي شوفه وابحث فيه عشان نعالجه وما نكرروش. ولما يطلع احد اللي يعتبر من المقربين دلوقتي في القائمة مع المهندس محمود طاهر يقول لك رئيس النادي واجهته بكل هذا الكلام اللي أنا بقوله واعتبره سلبيات وأقره رئيس النادي وقال له أنه هيصلح كل الأمور دي بدءا من هذه اللحظة، يبقى أنا ما كنتش بقول حاجة غلط طالما في إقرار بناء على كلام شخص قاله على الفضائيات على عودته. يعني هل المهندس محمود قاله كده ولا لا؟ أنا ما أعرفش. إنما قال أنا واجهت المهندس محمود بكل هذه السلبيات من رأيه، الاختراق والهيبة وملف الاسترشادية واللعيبة ومش عارف كلام كتير. أنا حتى زاد عني بعض السلبيات أنا ما تعرضت لهاش. فقال لك لا هو الراجل أقر وعجبني قوي أنه اعترف وقال أنا الكلام ده هيتصلح كله. طيب يبقى أنا زعلان مني ليه؟ خلاص يبقى هو شايف ان انا قلت كلام صح. انا قلت نفس الكلام. يبقى انتوا ملكيين اكتر من الملك. اذا كان الراجل اللي بتعتبرون انتقدته مع ان انا قلت له هذا الكلام على الهوا هنا في قناه الاهلي في شكل النصيحه ليس في شكل الانتقاد. وخلاص النهارده في لحظه ما ينفعش يتقال فيها نصيحه لان في انتخابات كلها شهر هيبقى في مجلس جديد. قد ياتي المهندس محمود طاهر هيبقى مؤكد بمجلس جديد خالص في واحد او اثنين من المجلس القديم وغير كده مجلس جديد خالص، او يجي الكابتن الخطيب بمجلس برضه هيبقى جديد خالص. هنقدم له ايضا نفس النصيحه لو لقينا نفس الاسباب ما زالت موجوده. مش عايزين نزايد على بعض، والله نحترم بعض احسن لان النادي الاهلي ناس بتنظر له بشياكه. ما تضيعوش الشياكه دي لان ده هدف عدوك، هدف المخترق، هدف الراجل اللي جه زرع هذه الثقافه. مش بتاعتنا ان نشتم بعض، مش بتاعتنا. نرجع للمساء وعنوانها عن تعادل الاهلي مع الوداد ويبقى الامل يا اهلي. وقالت المساء الجماهير تثق في فوز الجماهير في فوز الاهلي بكاس الاميره رغم التعادل مع الوداد. المسا قالت ايضا في ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا الاهلي اجاد ولم يحقق المراد. كل الناس معترفه ان الاهلي فعل كل شيء. فعل كل شيء امام الوداد واكتفى بالتعادل 1-1 ليتاجل الحسم في مباراه. يعني اللي عايزين يطلعوا عموته ده بطل اسطوري. كل الفرق بتلعبنا بالطريقه بتاعته دي هنا وبنجد نفس الصعوبه ان احنا نجيب جون. ايه الصعوبه انك ترص الناس ورا؟ وفي ظل تحكيم بيقول لك اعمل اللي انت عايزه مش ما تخافش. الوطن قالت الحسم في كازابلانكا. الاهلي يسيطر سلبيا امام الوداد يسجل مبكرا ويستقبل هدفا بعد ربع الساعه ليتعادل بخطا دفاعي ساذج ويفشل في الفوز على برج العرب. بطل المغرب يلعب دفاعيا وعموته يغلق المساحات أمام البدري. إصابة ونجيم تربك حسابات المدير الفني قبل لقاء العودة. وقالت الوطن الأهلي يؤجل الحسم إلى كازابلانكا
الأحمر يتعادل 1-1 مع الوداد المغربي، البدري يفشل في إدارة اللقاء، يفشل ويتأخر في التغييرات، إصابة أوناجيم تضعف المنافس، وعموتة برضو يفرض يعني أوناجيم الوحيد المصاب يعملوها لنا بقى يضعف المنافس. لكن حسام البدري لما يغيب عنده 4-5 لعيبة من أعمدة الفريق فشل في الإدارة. جريدة المنتخب المغربي بقى حبت تعمل الساجع بتاعنا، قالت لأهلي ولا زمالك من الوداد رد بالك. رد بالك يعني خد بالك؟ يعني طب انا عايز اضيف له حاجه، بتحيي الوداد رد بالك، الاهلي جالك خد عيالك خد عيالك الاهلي جالك. خلينا بقى ما طاجي قالت ايضا جريده المنتخب المغربيه، وداد الامه يخلط او يحنط فرعون الاهلي. يعني هي برضه بتستخدم تعبيرات يا سلام، كلنا في الشرق الفرعونية هم. موقع هيس بريس المغربي، تعادل مع الاهلي او التعادل مع الاهلي يقرب الوداد من التتويج بدوري الابطال الافريقي. المغرب اليوم قالت حقق التعادل الايجابي بهدف لمثله في مصر في مباراه الذهاب، الوداد يؤجل الحسم في بطل دوري ابطال افريقيا الى الدار البيضاء. وقالت ايضا من ملعب برج العرب في الاسكندريه، الوداد البيضاوي ابكى جماهير الاهلي بعد التعادل. طبعا كلها يعني وهذا حق. قول لي تعليقك على لا هذا حق. تعليقات الجرائد المصريه تقدر تلخصها انهم شايفين ان الاهلي عمل اللي عليه. بعضهم كان يختلف مع رؤيه الكابتن حسن الكابتن حسام البدري في التغييرات. وده طبيعي، لكن شايفين ان الطريقه الدفاعيه اللي لعب بيها عموته يعني فيها يعني فرض اسلوبه على النادي الاهلي، والنتيجه طبعا مؤكد هي لصالح الوداد. ده الجرائد المصريه. لكن برضه قالت حاجه مهمه، ان الجماهير الاهلاويه ما زال يحدوها امل غريب جدا وهدوء، اول مره ما اشوفهمش منفعلين بعد الماتش وهم بيعلقوا. هنشوف الكلام ده، هنعوض. والحكم الحكم الحكم كله خارج يحمل الحكم. لكن النهارده لما تشوف بقى تعليقات المغرب، الفخر والاعتداد بفريقهم، حتى عموتة له تعليق فيه غرور قريته له، وانا بحب الحاجات دي. انا عايزهم يعيشوا هذه النشوة، لان زي ما قلت لك من خاف سلم. هم مش خايفين، هم حاسين دلوقتي وجايبين الاتحاد الدولي يحتفلوا معاه. الله اعلم، قادر ربنا خايف ظلم ان شاء الله تعالى. الملاحظ في الملخص العام لمنشطات الجرايد، النبرة أهدأ شوية من مرات سابقة. كان بيبقى كتير عندنا نوع من المراهقة الصحفية بعد مباراة زي دي، تبص تلاقي الدنيا إيه، يا إما تضلم مرة واحدة، يا إما الناس معلية التون في اتجاه ما. لكن الحقيقة وده اللي عمله الأهلي، الأهلي فرض على الناس ضرورة احترام فكرة إن المباراة من شوطين، شوط في ملعبك وشوط بره الأرض. وتكرار مسألة تفوق الأهلي إيابا بره الأرض خلت الناس تهدى شوية، والمانشيتات تبقى فيها شيء من الرشادة، بمعنى إنه الناس كلها بتتكلم ويؤجل الحسم إلى المغرب، ويؤجل الحسم، تكررت كتير قوي. ليه؟ لأن هو عارفين إن الأهلي اعتاد على كده، وعارفين إن المباراة من شوطين، وعارفين إنه حتى اللي احنا قلناه هنا، احنا قبل المباراة الحلقة الماضية قبل المباراة قلنا يا جماعة دي غير دي خالص، دي مباراة غير مباراة النجم الساحلي خالص، حتى في استراتيجية اللعب وفي تفكير الكابتن حسام البدري في مباراة النجم. هو كان بيلعب مباراة عودة بعد نتيجة ذهاب مطلوب ان هو يتخطاها، لكن النهاردة انت بتبدأ الوضع معكوس، والخصم نفس الحكايه، حسابات الفنيه غير حسابات النجم الساحلي،
فبالتالي حسابات واستراتيجيه اللعب فيما بين الذهاب والعوده المساله مختلفه تماما. ده خلى كل الجرايد تقريبا كله سايب الباب مفتوح، بل بالعكس الناس بتاكد على قدره الاهلي على الحسم، وده من فرط تكرار تفوق الاهلي في مباراه الاياب. فباذن الله تعالى هذه الصوره الذهنيه عن الاهلي بقيمته وبقدرته وايضا بتراثه البطولي اللي كتير جدا حافل بوقائع مماثله ومباريات مشابهه ومناسبات مقاربه جدا للوضع ده، بيرجع فيها الاهلي ان شاء الله تعالى بكاس البطوله. ده المردود من الصحفي، من الاعلام المقروء الى بقى الفضائيات. فعندك يوسف شيبو تحدث عن مباراه الاهلي والوداد في نشوف. صحيح، اظن الوداد قدم مباراه كبيره اليوم، نتيجه جد ايجابيه بالنسبه للوداد، لكن دائما مباريات العوده تكون صعبه، خصوصا شاهدنا ان الاهلي دائما يقدم مباراه كبيره، وبالتالي الحسم كان مهم للوداد ان يسجل في مصر. صحيح، هذا شيء مهم ان يسجل المباراه اليوم، لكن كما قلنا بدايه المباراه الاول 10 دقائق كانت سيطره كليه ومحاولات لفريق الاهلي، نجح في تسجيل الهدف الاول في الدقيقه الثانيه، هنا الهدف مره اخرى هدف رائع للاعب مؤمن زكريا، عمليه ترويج ثم التسديد، كانت فرصه لازارو ربما لو سجل الهدف الثاني ممكن ان ينهي المباراه بشكل كبير جدا، لان كانت في توقيت مبكر جدا، لكن جاء توقيت الهدف التعادل في توقيت مبكر، حتى التعادل لم يتاخر بعد ربع ساعه فقط من بدايه الشوط الاول، هدف التعادل عن طريق بن شرقي كما تعودنا عليه، اللاعب متالق لا يقدر يعني المستويات اكثر من رائع، هنا عملت قطع الكره في نصف الملعب، شوف دائما السعيدي قطع الكره ومن ثم يعني التحول من الحاله الدفاعيه الهجوميه، ودخول بن شرقي دائما اختيار التوقيت والمكان المناسب للقائم الاول ويسدد هدف التعادل. الشوط الثاني شفنا ربما استحواذ اكثر لفريق الاهلي، سيطره لفريق الاهلي اكثر، فريق يعني عن محاولات على الحارس العروبي، لكن اظن هنا كانت روح، كانت رغبه، كانت قتاليه عند فريق الوداد، لعبه كمجموعه، لعبه بروح، ولعبه كذلك اللاعب وسط الملعب قدم مباراه كبيره اليوم، نتكلم على النقاش، على السعيدي وعلى الكارتي في وسط الملعب، بالاضافه للاعبين كذلك في قلبي الدفاع اليوم، وطار رغم انه اول مباراه له، لكن قدم مباراه كبيره اليوم مع اللاعب رابح في المرتدات وكذلك في قطع الكرات الهوائيه. صحيح ان فريق الاهلي يعني لم يسجل، لكن يعني حاول ما امكن انه يسجل. الوداد يعني تعامل مع الشوط الثاني بشكل ذكي جدا، انه دائما عاد الى الوراء، لم يعطي مساحات اكثر، حاول ما امكن في المرتدات، لكن اظن انه نجح عموته، ربما كما قلنا يريد اراد التعادل من هذه المباراه، ربما خرج بالتعادل وسجل وسجل هدف. صحيح، وسجل هدف خارج الملعب. طيب باشمهندس يوسف شيبو هو نجم مغربي كبير، ملخص كلامه الوداد لعب بروح قتاليه عاليه جدا، لعب بتنظيم دفاعي كويس قوي، شغل منطقه نص الملعب كويسه جدا، الاهلي لعب 10 دقائق اولانيه هايله قوي، اشاد بالهدف الرائع لمؤمن زكريا، وقال انه وليد ازارو لاحظ له فرصه لو كان سجلها لربما قتل المباراه. وده حقيقي. يعني هي دي التوفيق بقى. يعني الفرصه دي لو جت وفكر فيها من لمسه واحده، هو ده اللي انا عايز انصحه له شويه. يعني هتبقى فرصتك 50-50 50-50. بلاش انك تزق وتجري. يعني مساله الانفراد عمليه صعبه، مش كل اللعيبه تقدر تعملها. يعني حتى انت لما تفكر في الجون اللي جابه كابتن فتحي احمد فتحي في المصري في الكاس، ده تفكير خارج الصندوق خالص. لا هو معتاد يعملها تشيب كده، ولا انما الخبره استدعاها في اللحظه دي، ربنا ألهمه، لو شاط كان اصطدمت بجسم الحارس. فانت دي جات له منين الفكره دي؟ من الماتشات 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 وتكرار المواقف، التراكم دي هتحصل لازارو لحد ما يحصل بقى، خد قرارك انك انت يا تشوت يا تعمل يا تباصي، انما موقف خلاص اصبح موقف. وده اللي كان لو تفتكر في لافيو كان الانفراد بيشكل له في اول سنه جه بيشكل له مشكله، ده مره انفرد من نص الملعب. وده الناس فاكراها سهله، صعبه جدا. صعبه جدا الانفراد، مش سهله، لان انت تفكير ايه؟
انت واللي قدامك. بس انا عايز ارجع للجون اللي جه فينا. هو اشاد ببن شرقي وقال لك لاعب موهوب ولاعب قدر يخطف هذا الهدف. يعني يختلف ايه عن عمرو جمال وايمن شوقي؟ احنا برضو بنبالغ قوي في حته، لكن انت اتحت له ان هو هي دي مهارته انه يقطع ويخطف زي احمد رؤوف كده. ولذلك ده مش سعد سمير، مش طبعه. سعد سمير لعيب اجريسيف، ما بيستناش الكره بيروح لها بمنتهى القوه. المره دي استناها. ما توقعش ان في واحد زي الفهد هينقض يخطف قبليه. لو هو واخد خطوه واحده بس او بيجري بسرعته ونط معاه، ما كانش بن شرقي ده هيقدر يوصل للكره بالسهوله دي، وربما كان يستطيع او غالبا كان يستطيع سعد سمير. وذلك الناس بتلومه لان هم شافوه في حاجات زي الوحش. ما بيستناش على راي الناس اللي بتقول ايه، ما تستناش انت كمدافع كره وهي نازله. بتستنى لي وهي نازله بتتقري هي. انت وهي فوق لازم تكون متعامل معاها بس في توقيت عشان ما تعدكش. مفيش كثافه هجوميه، كره لا تلوح فيها اي ملامح الخطوره. انها تيجي جون فيك غير المباغته، انك انت علي معلول مكانه فاضي والكوره اتقطعت من نص الملعب من ازاره في ظل ان خط الوسط مهيئ كله مندفع للهجوم في ظل تفوق النادي الاهلي لحد هذه اللحظه. ايوه هي عكس التيار خالص الجون ده. فقدر الله ما شاء فعل، لكن يجب ان احنا ننتبه بقى ونتعلم. مش عايزين كل ماتش يبقى فيه غلطه تسبب لنا مشكله. عندنا مشكله في الكرات العرضيه دي للكره والله المصرية. دي ما فيها مشكله، ساعات تبقى مشكله. بس الكره دي بالذات ايه مشكلتها؟ كره مقريه، انت رفعت لو جري بسرعته وقوته واصراره ناخدها وهي فوق ما كانش هيلعبها بن شرقي. يعني بن شرقي بيجري كده وانت استنيت اجري معاه. خاصه كل مره بكل خطا بنحاول نحلل ونتكلم. لا ده بالذات احيانا يا استاذ ابراهيم في اخطاء بتبقى في الزحمه بيبقى فيها نوع من المبالغه في التحليل. اصل وقفش قدامه، اصل وقف وراه، اصل مش عارف ايه انما دي كوره انا وبن شرقي وزميلي ورايا. والكرة وهي بتتلعب كان لازم يبقى فيه توقع. وعشان كده انا ما استناش يعني الكرة، المدافع ما يستناش الكرة وهي نازلة ابدا. يحاول ياخدها وهي فوق. طيب نشوف فاكهة الكرة التونسية والتحليل الرياضي برضو العميق الكابتن طارق دياب. استفاد كثير من مباراة الترجي والنجم. اليوم ضد الترجي والنجم الاهلي لقى مساحات كبيره خصوصا على الاطراف، اليوم المساحات مش موجوده. لهنا صعب ماموريه فتحي حتى الهدف جاء من العمق. صعب ماموريه فتحي وبطبيعه الحال اللاعب معلول. وهذا نجاح كبير من الناحيه الدفاعيه. ثم الفريق في الشوط الثاني مغاير تماما على الشوط الاول، الشوط الاول كان يصعد، كان يضغط، كان في وسط الميدان يفتك الكوره يلعب المرتدات، في الشوط الثاني تراجع الى الوراء، اصبح يدافع تقريبا في المناطق نتاعو، ولهنا زاد صعب اكثر مباراه خصوصا المهاجمين الاهلي. اليوم واضح انا اكتشفت ان اللاعب ازارو بصراحه لاعب امكانياته عاديه جدا في الظروف هذه. يحب المساحات، لاعب يحب المساحات، شاهدته تغلق الامور لما تغلق الامور امكانياته الفنيه محدوده، ثم 90% يلعب ظهره للمرمى. دائما يحضر ولا مره وضع نفسه للتسديد، ولا مره سدد الا في الكره الاولى اللي اضاح. لما دخل شو اسمه المهاجم عماد متعب، عماد متعب سد التسديده كانت ان يسجل، ولهنا قوه المهاجم انه في بعض الفترات لما يستلم الكره حتى في ظهره يلف ويسدد. هو ولا دائما يخسر كثير من الكرات مع اللاعب وترا ويوسف رابح اللي قدم مباراه كبيره. هذه فرصه ازارو هذه الفرصه، يعني فرصه ما هي صعبه بصراحه. لكن انا نقول اللاعب هذا شاهدناه ضد الترجي وضد النجم لما لقى مساحات بطبيعه الحال اللاعب لما يلقى مساحات يلقى الحلول، لكن اليوم عموته استفاد كثير من المباراه هذه، اليوم المساحات مش موجوده. شاهدنا الاهلي اكثر وقت حاول الاهلي. شاهدنا يلعب على الجهه اليمنى لكن مش لما يوصل الى المرمى لتقريبا 16 متر لقى صعوبات كبيره. الاثنين ازارو وسعيد اليوم كانوا سيئين. الاثنين صعب ومأموريه، ثم التسديد، تسديده واحده في الشوط الثاني او تسديدتين.
لما يوصل الى المرمى المفروض ان وصل الميدان يلتجئ الى التسديد استحواذ بدون فعاليه امام 7 و8 مدافعين ممكن تسجل، لكن الاهلي واضح اليوم تركيزه ضعيف خصوصا في 30 متر الاخيره. طيب كم نقطة مهمين في كلام الكابتن طارق دياب، هو راجل تونسي، يعني إذا كان يوسف شيبو راجل مغربي طارق دياب راجل تونسي. ملخص كلامه يا باشمهندس، الأهلي بدأ كويس جدا، ضغط، سجل، كان ممكن يعزز، لكن الشوط الثاني الوداد اختلف تماما، تراجع لمناطقه اللي هي يعني منطقة الجزاء بتاعته وبيدافع من قدام الجون بالتكتل. رأيه المهم في وليد أزارو، قال لك أنا رأيي الشخصي ده كابتن طارق دياب، وليد أزارو لاعب إمكاناته عادية جدا، لا يلعب إلا لو في مساحات، 90% من وقت المباراة ظهره للمرمى، فبالتالي ما عندوش فرصة لصناعة خطورة في ظل طريقة اللعب ديت. هو بيشير لنقطة مهمة جدا، طريقة اللعب بتاعة الوداد وغلق المساحات خنقت الملعب، ما بقاش فيه مساحة لوليد أزارو. فبيقول ربما كان عماد متعب بمهارته وموهبته وطريقة لعبه في ظل هذه المساحات المخنوقة أفيد وأجدى من وليد أزارو. وبيقول حتى عماد لما لعب وقت قصير جدا صنع فرصة خطرة جدا وسدد وكان ممكن يسجل، في المقابل وليد أزارو ما صنعش أي خطورة من أول ما الوداد قفل الملعب ولاموا على الفرصة اللي ضيعها في الشوط الأول. شوف، لكن رأيه مش في صالح وليد. لا هو بيحلل. ما هو قال لك لا في مساحات هيبان خطورته. ايوه، اذا وليد في اوضاع معينه هيبقى خطر جدا في طريقه اللعب، لانه بيواجه وبيلعب من لمسه. هي تمام. الفكره كلها زي ما قلت لك يا ابراهيم، اللعيب اللي بيلعب في الزحمه ده لعيب يعني فلافيو، عماد متعب، عمرو زكي، واخد بالك؟ يعني في مهاجمين هم دي ميزاتهم، ايمن شوقي، حتى عمرو جمال قبل الاصابه وبعد الاصابه ابتدى متالق اليومين اللي فاتوا يسرد يعني. ليه؟ لانه رؤوف، احمد رؤوف واخد بالك، من احسن الناس اللي بتقطع وبتاع، عارف امتى يجري زي البرغوت ينط كده صحيح وشه للجون. وشه للجون دي ازاره لما بيضيع فرصه سهله بيخاف، فيبتدي يعمل لك ايه؟ يلعب اكنه محطه او يساعد، يعتمد على الاسيست بقى، انه يبقى مساند، لانه ما هو مش ضيع فرصه، وفرصه ثانيه اتحسبت اوف سايد، هم مرتين ينفرد، واحده اوف سايد والثانيه ضاع. اذا بيروح، بس مش بيروح في زي ما قلت لك في الانفراد في مسؤوليه. هو عايز من لمسه ويلعبها. على اي حال دايما في التحليل الفني بيبقى بتحلل اللي انت شفته في المباراه، ربما تتغير الاوضاع، وربما يكون عنده يعني تيجي تقول ايه بناء على كلامه بقى، لو انت بقى راجل كوتش وعايز تحترم وجهه نظر كابتن طارق دياب وتستفيد منه، هتعمل ايه؟ تيجي الماتش الجاي ما تلعبش ازارو وتلعب كابتن عماد متعب من اول دقيقه، تكتشف ان انت عندك مساحات، تقول يا ريتني ابتديت بوليد ازار، لان لو هم هيلعبوا تامين عشان يطلعوا بالماتش هيبقى احسن حل. رايي انا بقى التي لا قيمه، يلعب الاثنين بمعنى يلعب اثنين راس حرب، واحد بظهر واحد بوشه، ويضغطوا الاثنين يكملوا بعض. يكملوا بعض. لا وهو حتى في محاولات كسر الحصار الدفاعي بتاع الوداد، ما هو الف باء في فريق متكتل وخانق الملعب بالشكل ده عندك اكتر من طريقه، يا اما تعمل كرات عرضيه، وده كان واضح جدا ان عموته قريها وضاغط وقافلها، يا اما تلعب بقى بكام واحد دريبلر يرقص ويدخل ويخترق ويعمل مشاكل للخصم، يعمل مشاكل ويشوط، وجاب نزل احمد حمودي ونزل وليد اتعور، ويعني زي ما الجهاز الطبي قال حصل له قفشه في ظهره، طيب ما قدرش يكمل. ويا جماعه عشان الناس اللي لامت الجهاز الفني
ازاي اشرف وليد وهو غير سليم ده كراب ورجع ما كانش ده غير ده خالص ده تقلص عضلي فبالتالي سوء البخت انه يطلع وليد يعني مشاهد. انت احيانا بيبقى الحل في المهاره الفرديه في وسط الزحمه وحاول يعتمد على اصحاب المهاره الفرديه صالح جمعه مش موجود وليد سليمان جاله كرامب في ظهره نازل عماد متعب يعني ما هوش متاخر او مش بدري يعني وبدري عن كل مره على فكره طارق دياب يمكن قبل المباراه ما اعرفش قبل المباراه ولا بين الشوطين كان رايه انه عبد الله السعيد لو يلعب رقم 2 في قلب خط في لعب الوسط المدافع هيبقى اقوى وافضل وقال انه كابتن حسام يبقى عنده فرصه لاشراك صانع لعب قدام عبد الله يعني هو لما بيكون صالح موجود بيعمل عمل كده مره يعني ده ردا على حته انه صالح بديل عبد الله وعبد الله لو اتوجد ما يلعبش صالح قال لا يعني انا شايف انه عبد الله السعيد الفترات اللي لعب فيها لاعب وسط تاني في قلب نص الملعب خد مهام حركه افضل من ان هو يقدر يخش ويشوط بالظبط فربما يكون ده التفكير للمرحله الجايه حتى وان كان في صعوبه للحق صالح جمعه بالمباراه لكن ممكن تكون في بدائل فنيه اخرى برضه. جون بتاع اشرف بن شرقي خطف منه سعد سمير يعني سرقه في ثانيه ده ما كانش بيحصل مع صخر الدفاع الكره الاهلاويه والمصريه. الحقيقه وائل جمعه كانت من اهم مزاياه اللياقه الذهنيه العاليه قوي في الرقابه ما كانش بيسرح موجود في لحظه الخطا ما بيسرحش تبلي هتلاقيه رايح لها قبل الفرود على طول نشوف رايه او معاه يعني يعني ما بيسموه نشوف رايه كده ده اول مره يعني يحصل هذا الكلام الإشادة كلها لازم تبقى كابتن عمودة بصراحة تنظيمه لفريق الوداد التنظيم عالي جدا عارف إمكانيات اللعيبة عنده أعتقد النادي الأهلي حظنا كويس إن محمد قناش متعور لو أصيب بص التنظيم بتاع فريق الوداد يا محمد هنا بيجبر النادي الأهلي على اللعب من العمق اللي هو عايزه قافل الاطراف بشكل مميز جدا بيدافع بتسع لاعبين وبيعتمد على اشرف بن شرقي في المرتدات اللي قدر انه يستحوذ على اغلبها ثلاث مهاجمين في النادي الاهلي واقفين في ال 18 متمركزين بيستلموا دايما بظهرهم وده اسهل حاجه للمدافع بيجبرهم بص يجبر اللعب على لاعيبه الاهلي على اللعب من العمق ومع الاعتماد على هجمات المرتده اسماعيل الحداد عمل مباراه ممتازه برده النهارده دفاعيه قفل على احمد فتحي بشكل مميز جدا وساعد في الهجمات المرتده سريع الهدف اللي جه فينا هدف خطا متكرر من المدافعين سعد طبعا غلط فيها مع ان سعد عامل موسم كويس جدا في الدوري طيب هذا الهدف كابتن ده الهدف يعني برضو استسهال الكوره يعني سعد انتظر الكوره كتير جدا حتى هدف النهارده سعد برضو حس ان في زياده عدديه من المدافعين والمهاجم موجود لوحده في ال 18 سعد اعلى واطول لو كان خد الجنب كان خد الكوره طيب الاول هسالك على الناس بتستقبل راي وائل جمعه بنوع من اللوم شويه وانا هنا حابب افكر الناس انه يا جماعه وائل جمعه الراجل بيقول راي فني مش بالضروره ان الراي الفني يكون لصالح الاهلي ومش دايما وابدا هيكون ضد الاهلي لا بص مؤكد ان وائل جمعه انسان محترم جدا ومخلص جدا وانما الخبره مهمه ايوه لما تيجي في ماتش انت مسيطر عليه وكل متضايق ما تقولش حظنا كويس ان النجم ده اصيب ايه اللي حظنا كويس ان النجم اصيب يعني لعيب واحد اصيب ذكرته طب وهم حظهم ايه في ان كل اللعيبه المصابه اللي عندنا دي يعني هو ده الناس بيضايقها يعني خلاص انت حللت فني انت قلت اسهل حاجه على المدافع وانت كراجل مدافع عارف ايه السهل وايه الصعب عليك لما المهاجم يديك ظهره هيشكل عليك خطوره ازاي انت شايف الكوره وهو عايز يلعبها لحد فهتتعامل معاه الجون اللي جه فينا ليه لان المهاجم جاي بوشه والتاني جاي بالجنب استسهل الكوره فما اندفعش الاندفاع اللي يخليه يوصلها قبل بن شرقي هي لحظه عدم مش او سوء تقدير من سعد
مش حاجة أكتر من كده، لأن سعد كان قادرا على التعامل مع هذه الكورة. طيب. يعني يملك إنه يتعامل معها. طيب. هي جزئية الاستسهال دي جت منين؟ أنا في تقديري إنه السياق بتاع المباراة خدعك، همدنا شوية. آه. لما سجلنا جون بدري قوي تقريبا في نفس التوقيت اللي كنا سجلنا فيه الهدف الأول في النجم الساحلي، ثم فرصة ذهبية جدا قريبة لوليد أزارو وسيطرة هجومية وفرص رايحة، ادت الإيحاء والإحساس بسهولة المباراة، عيشتنا في المود والجو بتاع النجم الساحلي، افتكرنا الستة، افتكرنا ان الليلة دي هتخلص المسألة وهتتحسن. مجريات اللعب في العشر دقايق وسهولة الوصول لمرمى الوداد بعد التسجيل المبكر مع احتفالية الجمهور، كل ده حط اللعيبة في مود احتفالي للحظة، خلى الإحساس بالسهولة موجود. وده النقطة، لو في درس نخرج منه من هذه المباراة هي المسألة ديت. المباريات ممكن جدا تقلب رأسا على عقب، لا يمكن تتخيل انه في اللحظه اللي انت مسيطر فيها وبتسجل. هو انت لما تقول فانتا 3-0 وبعدين 3-3 واللي تحسه كان داري في بدايه الدوري 2-0 وعامل ماتش ولا البرازيل ولا برشلونه عشان استقبل اربع اهداف في نص ساعه في الشوط الثاني. الكره كده، انت لما تبتدي تستسهل المباراه المنافس يركبك على طول. بالظبط. عشان كده في في في, في مباريات زي كده مجرد ما نسجل لازما نستدعي التركيز الاعلى، مش نستدعي الاسترخاء او الاطمئنان او الاحساس. مع كل كوره حتى لو بدت سهله. بالظبط. دي كوره، الكوره غداره بالمعنى الحقيقي، فلازم الاستسهال وفكره ان احنا هنكرر الفكره وهنكرر التجربه والسته والاجواء الاحتفاليه ديت كان لازم نتخلص منها، وكان لازم اللعيبه تصحى شويه بدري، لكنه شوية بشوية سمحنا للوداد انه يدخل الجيم تاني، وشوية بشوية طمعوا اكتر، وبعد كده قاموا مسجلين فصعبت المسألة قوي وتحولوا الى فريق اخر تماما. ليه الوداد اختلف عن النجم؟ مؤكد هنتكلمكم فيها. نشوف رأي الكابتن زكريا ناصف في دي ام سي عن هذا التعادل. امبارح كنا بنتكلم وانت سألتني سؤال على سيناريو الماتش وايه اللي ممكن يحصل سواء في طريقة اللعب او في التشكيل، وقلنا التوقعات كانت اقرب ان فتحي هو اللي يلعب ناحية اليمين وحسام بدري يخلي رامي ربيعة بعد اداؤه مع النجم، لكن قلنا حاجة مهمة قوي وافكر الناس بيها، ان انا قلت ان الناس كلها مشغولة بالهجوم وهنكسب كام. صحيح. لكن محدش اتكلم هندافع ازاي. انت امبارح قلت كده فعلا. انا امبارح قلت كده في المقصورة. ليه قلت كده؟ لان اللايحة بتقول كده، اللايحة بتخوف ان يجي فيك جول. حتى لو بقت 2-1 حتى لو 3-1 جول بيخلي النتيجة خطر. فالنهاردة الخوف كله كان من هفوة غلطة اتسببت في جول. دي كانت الحتة اللي الناس ما وقفتش عندها، لكن كان لازم نقف عندها، ازاي الاهلي هيدافع او ازاي الاهلي يمنع ما يجيش في جول. جدا يعني هو كان السلاح الهجومي للوداد النهاردة هي الهجمة المرتدة. الحقيقة توقيت الجول خلى الصقر بيقولوا ان تلاشى كل التفكير في نتيجة النجم. في سؤال لحسام البدري على فكرة، ما دخل معانا صقر الماتش اللي فات. أيوة. وسالته على التركه كانت ايه، فقال ان رامي ربيعه بيقف تالت عشان يدي فرصه للاطراف. ما عملهاش النهارده على فكره. يعني كابتن زكريا بيقول حذرت انكم ما بتتكلموش على التنظيم الدفاعي. تذكر هنا واحنا بنتكلم على ماتش الوداد وعلى تداعيات نتيجه مباراه النجم، ان انا قلت لك ما تنساش ان دخل فينا جولين وان الهدفين دول استخبوا في النتيجه الكبيره، لكن انك انت تستقبل جولين في ملعبك دي مساله عايزه واقفه، عايزه واقفه. ما هو لو انت ما كسبت، لو جبت ثلاث اجوان ودخل فيه جولين انت بره. ايوه خلاص. فانت مساله انك انت النتيجه خدعتك
وانا قلت مهما يعني وتمالي بقولها النتائج الطيبه خطر جدا قبل الماتشات المهمه. خطر جدا جدا مهما قلت للعيبه ومهما قلت لهم المود العام آه. خلاص هو عايش مع اسرته بيتلقى التهاني، عايش على تليفونه كل دقيقتين ايه الله ينور ويلحق مش يعني انت تقول له ركز بس هيروح البيت احتفاليات طول اليوم، هيروح عند اصحابه احتفاليات، هيخرج يتعشى لا الجرسونات ولا الناس اللي جنبه هيسيبوه في حاله، الله ينور وسته بقى في الوداد تقوم تنزل تجيب جون تسترخي تسترخي مستني التاني والتالت ورابع وتضيع جون لا جايه جايه. هو ده اللي حصل. يا جماعه في مشكله في موضوع ان احنا نتعامل دفاعيا يعني بشكل طيب يؤمن يعني تعليقات المعلقين والجمهور دايما وابدا بيتكلموا على خطوره الكرات العرضيه. يعني بقت معظم دفاعاتنا مش الاهلي بس، حتى الاهلي والمنتخب الوطني ما هو الكره العرضيه بالنسبه للمدربين حته حشيش جايه كله ما حدش له علاقه بيه. هو دفاع المنتخب ودفاع النادي الاهلي تقريبا فالمشكله هتفضل طالما عندك مشكله هي متصدره المنتخب. يعني طبعا في وجود حجازي قلت شويه قلت شويه لكن ما كانتش مخفيه برضه. ما فيش حجازي وما كانتش مخفيه وهي مشكله العالم كله الكره العرضيه مش النادي الاهلي، لكن عندنا مش الاهلي انا بقول لك حتى المنتخب. بص يا استاذ كتير لما بيتضرب بكده لا احنا لو في يقظه وفي على فكره ده من سنين واحنا كده كان بيخش فينا الكره الثابته ده من فاولات وكان بالخط العبقري وائل جمعه وعماد النحاس بس يعني برضه وائل وعماد كان ثنائي اقل يعني كان دائما هو الانجح في التعامل مع هذا الامر. لكن طول عمر الكرات العرضيه تشكل خطوره على مصر لان برضه حراس المرمى ليها دور برضه يعني هي الليله كلها الدنيا دي كلها زي الاكورديون لازم تتفرد تعمل مزيكا ولما تتضم تبقى بتجهز انها تعمل مزيكا برضه. فانت لازم التناغم ده يبقى موجود في اللاوعي تقدر تلعب انت بالسيستم ده لما تكون حافظه. عايزين شغل كتير قوي 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 في موضوع الدفاع اللي بيبتدي من خط الوسط. الضغط في كل يعني برضه بن شرقي ده داخل يجري لوحده ليه؟ عشان الكوره كانت هجمه عكس الاتجاه فخط الوسط مش لاحق يرجع. صح ولا غلط؟ صحيح. طيب بعد الكابتن زكريا نشوف راي الصقر احمد حسن. يعني انا شايف من ضمن الحاجات اللي كان ممكن الكابتن حسام احنا مش عايزين نقول تغيير خطا طبعا ولكن كان ممكن يبقى فيها نوع من انواع الصبر شويه على اجاي. لان هو لعيب اولا انت انا موافقك بصراحه جه وقت من الاوقات لعيب خطر يا كابتن بالزبط. احمد يعني زي وقت هيسجل لك بالظبط لعيب خطر ولعيب بيأدي كل الادوار المطلوبه منه بيدافع صح. بيهاجم بيستحوذ على الكوره بشكل كويس بيقدر يلعب مع الفريق بشكل كويس في الكوره الجماعيه. الحاجه الثانيه هو ايجابي كمان على المرمى رغم ان هي جات له كوره سهله بدماغه كان ممكن يحزها برضه بكتف ما استغلهاش بشكل كويس فانت بالتالي كنت عايز تكثف حد مع وليد ازار لان انت النادي الاهلي دايما بيعتمد على حاجه كويسه قوي الاختراقات اللي في العمق ولكن واضح ان فريق الوداد زي ما قال الكابتن زكريا هو مذاكر كويس فبالتالي هو عامل ايه؟ هو قافل لك العمق قافل لك العمق يعني انت النهارده مثلا عبد الله عايز يعمل الدبل باس مع مؤمن فبتلاقي في تكتلات وفي رجول كتير موجوده وبحس يعني لعيبه كمان مش زي الافارقه اللي هو بيتضرب هو لما يخرج من مصر بنتيجه تعادل فهو في حد ذاته ده مكسب بالنسبه لي يقول لك انا عندي شوط تاني لسه تغيير تالت برضه تغيير تاني اللي هو ربيعه وحمودي برضه مش عارف وجهه نظر كابتن حسام كانت ايه؟ يعني 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 هو حمودي بيشتغل من الجنب فكانت وجهه نظر ايه؟ انا اقصد ان انا وجهه نظري ان كان لازم استفيد بلاعب ممكن عنده ايجابيه جوه ال 18 كان ممكن يبقى متعب مثلا من بدري قوي من بدري. النقطه بقى الاهم ان في فرص يا كابتن زكريا بالنسبه للسوليه ورامي ان هم يفضوا نفسهم عشان يسددوا. ها
هجيلك من اخر حاجه قالها احمد حسن، السوليه ورامي يفضوا نفسهم عشان يشوطوا. التكتلات اللي زي كده جزء من ضربها الشوتنج. الشوتنج والاثنين بيشوطوا، والاثنين بيشوطوا وعبد الله بيشوط. اه يعني برضو مهاره التسديد ليه ما تستغلش، وليه ما يتمش التركيز عليها، وليه ما تحضرش للعيبة؟ حتى لو انت بتشوت في شينك بس في النهاية في محاولة. لا عايز اقول حاجة تانية. لما انت تشوت بتخلي الدفاع قلقان وما يتمركزش صح. عايز يقابلك بقى بالظبط، يخرج بيتحرك لك، يخرج يتحرك معاك. انما طالما انك ما بتشوتش انت مريح باله، هو مركز انه مستني الكرة الساقطة والدبل باس والحاجات دي، خلاص مفيش مفاجأة بحاجة. لكن شوت، حتى لو الكرة مش هتيجي جول، حتى لو هتبعد عن الجول هتهوشه، هيخاف ان واحدة منهم تلبس. خاصة ان الجول، ما هو زي ما اتقال العيار اللي ما يسيبش يدوش في النهاية هو هيتحرك. خاصة ان الجول اللي جه فيهم ما هو جه بشوطة، الكرة سندها راحت مرفوعة راح شايطها. بالظبط، فاهمني؟ بالظبط. فهم برضو يعني لو انت اتعمل شوت خرج الناس من 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 احساسها بالامان والريلاكس، هضربك من اي حته. هو هيفكر، لازم تشغله يعني، ما تخليش نفسك انت رد فعل، خليه هو رد فعل، ان هو عاتل همك. ما يحفظلكش حاجه واحده، ما يحفظلكش حاجه، وما يبقاش بقى مطمئن بيتسنتر لك وبس. انت هتلعبها لي من العرض، انا حافظ كذا، تعالى لي الدبل بقى اعملك. طب لو واحد بيشوت ورجله تقيله، هيقول له اطلع له. بالظبط، طلع له هنقدر نعمل الدبل باس. بالظبط يعني. وبعدين فكره بقى حمودي ولا احمد الشيخ ولا يعني ما. طيب فكره اجيه، يعني هسالك برضو على اجيه وراي احمد حسن انه كان لازم نستنى شويه. يعني انت قلت معلومه كويسه. ممكن يعني انا شايف ان اجيه هيفيدني في اي لحظه. لكن لو اتغير مش غلط، ده اللي انا عايز اقوله. ما هو جاي بقاله وقت في الملعب. لو هو يعني كان هيوفق، مش ضروري بقى كان هيوفق بعد ما يتغير. يعني دي فكره ان هو التغيير غلط هنا. ولو حمودي نزل ولا مش عارف ايه وجاب جون، يبقى تغيير رائع وعبقري. او عمل ضربه جزاء. ما هيش غلط، ما فيش. لما يكون عندك فريق متخم بالنجوم مفيش غلط، لكن النجوم دي تتصرف ازاي في الملعب هو ده الغلط والصح. طيب الوداد ذاكرك كويس واحنا ما ذاكرناهوش، ولا ظروف الامتحان جت كده؟ لا هو ذاكرك كويس وانت ذاكرته. بدليل انك انت نازل مسيطر وجبت جون وانفردت مرتين، واحده اوفسايد وواحده ضاعت. سيبك من الاوفسايد، في واحده ضاعت. يعني لا، هو الاوفسايد دي مش برضه نتيجه تكتيك ولعب انفردت بيها. كونها اوفسايد ولا مش اوفسايد ده موضوع تاني. والدفاع كان مفتوح. يعني ما كانش بقى تنظيم الدفاع زي ما احنا بنتكلم. واخد بالك؟ لكن هو الجون اللي جابوه غير الدنيا كلها. عشمهم ادالهم ثقه وقال لك حلو قوي، نبات بقى على كده، حتى لو دخل فينا جون تاني احنا 2-1 100 فل. طيب لا يفتى بقى والشيخ طه في المدينه، نشوف. مش صعبه بس مش جيده يعني، واحد بس نتيجه جيده يعني. الوداد له ادفانتج كبير ان هو لو تعادل 0-0، اي 0-0 ممكن هو يفوز. انت محتاج انك تسجل هناك، لابد ان تسجل ولابد ان تفوز عشان تستطيع انك انت تفوز بالبطوله. ومن هنا طبعا المباراه ما هيش صعب، ما هيش سهله، لكن ما هيش يعني مستحيله. النادي الاهلي اتعود على المواقف ديت، لكن في دقائق، في اشياء دقيقه جدا في المباراه بتحسم اللقاء. سيبك من احنا هاجمنا كتير وكل حاجه، بس انا هتكلم على حاجتين مهمين جدا حصلوا في مباراه النجم في تونس وحصلوا النهارده، بيحددوا مسار الجيم كله. احنا جبنا جول في الاول بدري كويس قوي، شيء جميل جدا، لكن لو شفنا الجول اللي جه في النادي الاهلي هنجد، ودي دايما انا اتكلم اقول ان معظم الاهداف بتيجي من قله الضغط على المهاجمين. الحاجة الثانية في النقطة، في الحاجات الدقيقة جدا، تضييع الأهداف. زي مباراة النجم برضو جت الكرة اللي أزاره الجول الثاني، كان بيبقى الجول الثاني
واحنا 1-0 كان ممكن يخلص الماتش. ما دي حاجات دقائق صغيره جدا في مباريات نهائيه او قبل نهائيه ما يجيبش تضيع، لان هي دي اللي بتكسب. هو هجم هجمه واحده دقيقه 100% اللي سجل منها الهدف. الحاجه الثانيه اللي بحب اضيفها برضو في حياه التغيير، يعني انا كان تصوري انه اجايا يضرب في الملعب، انا بلعب كرات عاليه في ال 18 والوحيد اللي طويل وممكن ما كنتش اغيره. ومتعب مدته تزيد شويه، ومتعب نزل في وقت ضيق جدا من الحقش، يعني ده جت له. خلي بالك اجاي كان ممكن يستنى في الملعب ويتغير واحد تاني كويس، واللي هيتغير هيجي لك واحد مش عايزه يتغير يقول لك كان رايي استنى عبد الله السعيد يمكن يقدر يشوط، او رايي مش عارف ايه. هي اراء، والتوفيق هو اللي بيثبت وجهه نظرك صح ولا غلط. بالظبط، واخد بالك؟ بالظبط بالظبط. لانه الناس رايها بناء على الافتراض، على ما حدث. بالظبط. انت المدرب خد القرار، كان عنده تصور في وقتها انه هيلاعب اللاعب الفلاني علشان مديله تعليمات هينفذ كذا. والله لو نفذ ومشيت معاه هيبقى مدرب عبقرينه، وشفته والتغيير العبقري والتغييرات اللي احدثت الفارق، والكلام اللي كل حاجه في مصر دلوقتي احدثت الفارق، الجمله اللي على كل لسان في كل الاستوديوهات فلان اللاعب اللي احدث الفارق. طيب ماشي، ده لو احدث الفارق بناء على اللي انت شفته من القرار ونتيجته. طب لو اللاعب ما توفقش او ظروف الملعب فرضت كده، هيبقى المدرب هو اللي غلطان وكان لازم يسيب ده. ما هو كان سايبه كل الوقت ده، وهو نفسه جونيور اجاييه اللي ياما الجهاز الفني للاهلي اتحارب بسببه، واللي بتديله واللي صبر عليه، واشمعنى اجاييه لغايه لما دلوقتي بقينا زعلانين انه يخرج ربع ساعه. بس هي دي الكوره، وهو ده تحليل ما بعد القرار. واحد من المحللين النابهين النابغين وليد صلاح الدين، اللي ما زلنا بنقول وليد صلاح الدين محتاج يكون مدير فني كبير، لانه الحقيقه موهبه تستحق الكاتشنه في فرق كبير. بس هو مرتاح كده، اصل انت هو اللعيب عايز ايه؟ انا شايفه كده. مسؤوليه انك تعيش حياتك كلها تحت ضغوط، يمكن دي مش موجوده عند وليد. يمكن هو مش بيسعى لها. وبدليل راح كم مره مع كابتن مختار. بس راح مدير كوره. الله، ده انت بتجاوب قبل ما اجاوب انا. ده اللي انا عايز اقوله. هو مش قادر يقول للكابتن مختار انا المدرب العام بتاعك. ده هو اللي كان شكل الجهاز ساعتها في الاتحاد. هو مش عايز يشيل الهم ده. مش عايز يشقى. لا، وليد لذيذ، عايز يعيش. واخد بالك؟ المدرب ما بيعيش. المدرب ما بيعيش. هو على طول حمال الاسيه. حمال الاسيه. وكبش الفدا. النهارده كابتن وليد لما يطلع في التحليل هيقول ببساطه شديده كان المفروض وكان المفروض وكان المفروض. طب هو هيقعد بقى يمرن عشان يتقال له كده؟ لا، في ناس دي مساله ميدو حابب دي مش فارقه معاه. واخد بالك؟ انا فوجئت ان كابتن حسام حابب دي. طب ما كابتن ابراهيم مكتفي انه يبقى في الجانب الاداري، على الرغم انه ضروري بيتكلم هو حسام في نواحي فنيه. مش معقول ما بيتكلموش فيها يعني. لكن مش هتشوفه يوم كوتش ولا مدرب عام ولا خلاص. حسام لا، حابب انه يبقى في المدرب في تحت هذا الضغط. خلاص. فانا مساله ان وليد يبقى ممكن يبقى كوتش كويس، بس طبعا ممكن ما يبقاش مدرب كويس. ما هو ممكن بيستكمل خبرته، قارئ للمباريات. هو قارئ يعني. ولذلك هو كمحلل انا شايفه مناسب جدا، وطالما انك بترضيه ومعيشاه حلو. والانسان عايز يشتغل شغله اللي تعيشه ويكون بيحبها. عايز تسمعه؟ يعني اذا اضطريت. نشوف وليد صلاح الدين. عايز اسمعه. مهم جدا ان انت تدور على الاداء. اداء النادي الاهلي من وجهه نظري النهارده واحده من احلى مباريات الاهلي، وان سايد جيم. انا شايف ان الوداد ما راحش لشريف اكرامي غير مره، هي اللي جت جون سبحان الله، وحذرنا قبل كده منها، وحذرنا واحنا بنقول وبنشرح
خطورة النجم الساحلي، قلنا محمد أناجم رقم 7 وإسماعيل الحداد رقم 11 سراع جدا والطرفين كويسين قوي وعندهم مهارة، وبعد لما بيعدوا كلهم بيصبوا في بن شرقي اللي هو هداف الوداد وغالبا هداف البطولة دلوقتي 5 أهداف. يعني معنى كده ان دي خطورة الوداد الوحيدة، ومع ذلك حتى واحنا بنحذر واحنا بنقول لسعد خد بالك واحنا بنقول لنجيب خد بالك، اخطأوا وبرضو احرز الوداد الفرصة الوحيدة الخطر طوال 95 دقيقة، هي دي الوحيدة اللي احرزوها. على الجانب الاخر زي ما الدكتور طه قال بالظبط، وليد ازارو لازم، انا لما يعني المهاجم يقاس بقى بعدد الفرص اللي بيجيبها، انت بيجيلك 10 جبت كام؟ لا جبت واحدة، يبقى انت هنا لازم يبقى في وقف. واحنا قلنا قبل كده برضو ان وليد ازارو مش مشكلته من وجهة نظري في القرار، هو عنده القرار دايما متلخبط. يعني الكرة اللي المفروض يلعبها لمسة واحدة بيقف عليها، الكرة اللي المفروض يسندها وبعدين يلعبها لمسة واحدة، وهكذا. انفراد سهل قوي مواجه للمرمى لو حطها كده 2-0 في اول 10 دقايق موضوع تاني خالص، لكن قدر الله ما شاء فعل. يعني انا عايز وليد صلاح يشتغل مدير فني، ده انت اللي تشتغل مدير فني. لا يعني الحمد لله ان يعني عندك نفس الملاحظه، هي واضحه بتاعه يعني خطا وليد ازارو في القرار، في القرار في الحاجه السهله. يعني هو القرار في الصعبه ما عندوش اشكاليه، القرار في السهل هو المشكله. لان في مسؤوليه. طيب دي المسؤوليه، لكن وليد من القليلين اللي ما حللش بناء على النتيجه. رايه الاهلي لعب مباراه رائعه جدا، واحده من افضل المباريات في الجيم، مباراه من طرف واحد، هي فرصه وحيده بالظبط. الوداد راح بفرصه يعني واحده، انا مش عايز اقول لك انه لعب بطريقه اي فريق من المهددين بالهبوط اللي يطلعوا يقول لهم ادى مباراه طيبه لمجرد ان هو اجهد الاهلي او الزمالك انه يجيبوا جون او يطلعوا متعادلين. يعني انا مش شايف فيه عبقريه الحقيقه يعني. طيب ده اللي حصل، ايه اللي ممكن يحصل في كازابلانكا بعد الفاصل؟ بنتكلم على بطولة 86، ماتش الاهلي واكسبريس الاوغندي، جيل بيلعب كرة جميلة جدا، جيل التمانينات احنا حقنا مفيش حاجة محققناش. اكسبريس الاوغندي فريق قوي بنيان، كل واحد فينا كان وتد. وخالد بيشوط كورة حلوة. من رهبتهم للنادي أول ما جاب الجول رضا. وداخل طاهر وبيلعبها بلاتنج. قدمنا مباراة كبيرة جدا في القاهرة. ماتشات زمان الجمعة الساعة 3 مساء على قناة الأهلي. نفس ال الكورة والجماهير، احنا هنا بنناقش كل حاجة. يلا بينا
ماتشات زمان بتاعنا دلوقتي. ملوك الصلاة كل لحظة بتجيب كل همسة. الكاميرا اللي حبصلها تاني. كل أخبار الرياضة ننقل لكم كل حاجة. النشرة الرياضية هنقدم لكم الحقيقة ونكشف كل حاجة. ملك وكتابة تاني. تحليلنا مختلف جدا. هنا دي بس كده دي ما تخافش عليها. ما هنا بنحلل كل حاجه. استاد الاهلي. الأهلي فوق الجميع. الآن طبعا نفسكم بقى نخفف شوية كده وتنبسطوا وتفرفشوا كده وتسمعوا كلمتين حلوين عن نادي الأهلي ولا يا أستاذ إبراهيم؟ صحيح. يعني شوارب بيقول لي جاهز فيديو لعصام الشوالي. شوارب ولا شوالي؟ شوارب جاهز لشوالي. حاجة هتعجبكم. هنبتدي ونشوف عصام الشوالي في رأيه. فوت 24 عشان يشوف رأيه في النادي وقيمة الأهلي عنده عاملة ازاي، وهو بيتحدث عن مقارنات وتعليقات الإعلام التونسي عن مقارنتهم الأندية اللي واجهها النادي الأهلي بالنادي الأهلي. احنا من 2010 التوانسه لعبنا ضد الاهلي 19 ماتش، بحناهم ثلاثه مرات فضيحه، جاوا ربحوا الترجي ثلاثه مرات في رادس، 2012 في نار، 2015 كاف، 2017 يطمعك عليه يجي نحيرك في الروتور. 19 ماتش بحناهم ثلاثه مرات، فيهم عامين بطوله واقف، مخك يقف. بالستات الاهلي رابح التوانسه 18 مره، احنا رابحين 8 مرات. سايب الاهلي. الاهلي كمل معاها 10 فينالات هزوا 8. احنا الترجي وصل برشا. ميتو دو ريوسيت في الفينالات فضيحه. سور لو بلون مونتال فما شخصيه المواطن. ما نخلوذش باش نفهم. في شخصية المصري، مصر أم الدنيا ومصر أحسن دولة في العالم، صحيح ولا لا؟ منعكس على شخصيته، ما يكبر في عينه حد، باعتبار هو يرى روحه سوبريور، هو أعلى منك. دونك على 30 فينال في المسابقات الإفريقية، المصاروة هزوا 23 تيتر. نسبة الإخفاق عندهم قليلة. في الشامبيونز ليج، الزمالك 5 على 7.
الاهلي 8 على 10 اللي طايح لهم شويه الكوتاه هو الاسماعيلي خسر مرتين وغزل المحل كاليبريخ في الصحاح نتاعهم 17 فينال هز 13 اش تحكي خويا نكون واقعيين لازم ننظروا للمرايه باش نشوفوا انا تو نعطي فيك في ارقام نعطي فيك في ارقام شنو احنا تياغو والاسماء والفرقنا ونغولوا فيها ونوحشوا فيها ونكبروا فيها ونسيدوا فيها ونصدروا فيها اما لا لا ليش يقول يا صاحبي 20 لقب افريقي راه 20 بطوله افريقيه اش تحكي معنا 20 مره المام افريقيا قالت الاهلي شامبيون باش تقول لي عندي كومبلكس اي ولا عندي كومبلكس من سنين الاخرى الانديه نتاعنا الحقيقه جميعها عملت لي كومبلكس في الامور هذه بالحق كل مره يجي يربح يهز بطوله ويروح وهذا راه المشكل في الرياضات الكل شوف انت هوند وفولي تعرف الاهلي السنه هي الشامبيون دافريك هوند وفولي وباسكيت كان يهزوها الفوت على الوداد في نفس العام في 12 شهر في الكاتر سبور واقع فهمت احنا نقولوا نماري وما نحسدوش يلزم نخدموا يلزم نشوفوا مشاكلنا الاداريه يلزم نشوفوا اختياراتنا يلزم نراجعوا امورنا لما كانش نقعدوا نفس الشيء كل شهر اكتوبر نوفمبر نفس النكسه نفس الاخفاء الحقيقه عصام الشوالي مش من فراغ سكن الوجدان الرياضي العربي والاهلاوي منه بالخصوص اولا انا يعني عايز اقول لكم واحد من اشد المغرمين بالنادي الاهلي اللي وقعوا في غرام الاهلي من بدري قوي اذكر يا باشمهندس مشاركه الاهلي في البطوله العربيه اللي نظمتها تونس 97 بتاعت علي ماهر لا 97 اللي اللي كان راينر هولمان ايوه اللي كان اول مره كشري يلعب بالظبط اللي كان راينر هولمان ورجع مشي البطوله دي انا كنت هناك عشان كده مش من فراغ الاعلاميين التوانسه محتلين الفضاء العربي هتلاقوهم موجودين في البي ان هتلاقوهم كانوا موجودين في الاي ار تي هتلاقوهم موجودين دايما وابدا كوادرهم كتيره هم عندهم تاهيل جيد جدا للاعلاميين الشبان انا بقول لك ده بمناسبه عصام الشوالي لانه في هذه البطوله كان عصام لسه خريج جديد ومعاه مذيعه برضه لسه خريجه جديده استضافوني انا والاصدقاء عصام شلتوت وعلي البحراوي في اذاعه الشباب راديو الشباب التونسي عصام كان الشوالي ونجوى هم بعد كده تزوجوا ناديه الشوالي اذاعيه تونسيه كبيره دلوقتي وكتير لما بتعمل معايا مداخلات من تونس في الاذاعه التونسيه بقت ما شاء الله عليها كانوا مع بعض برضه في مجال الرياضه يا ابراهيم في مجال الرياضه طب ما نجرب مره بدل مش عارفين نجيب عصام ضمن يعني عدد كبير جدا من الكوادر الاعلاميه الشابه سايبينهم في راديو الشباب تجربه شبابيه كامله هم اللي بيقدموا وبيعدوا وبيخرجوا وبيديروا راديو الشباب لتاهيل الشباب فما شاء الله عندهم يعني معامل تكوين وتفريخ جيده جدا انت هتلاقي كوادرهم في الحته الاعلاميه مؤهلين بشكل كويس قوي مدربين بشكل كويس قوي متعلمين كويس ده الفارق عشان كده عصام الشوالي حتى لما ركز في موضوع التعليق وساب التقديم لا تميز تميز رائع جدا وعنده موضوعيه وعنده حضور وعنده معلومات ومذاكر دايما وما عندوش حته مش عشان تونس اللي بتلعب ولا نادي تونسي لا هو الراجل بيتكلم بينصف الاهلي اكتر من اي حد اهلاوي في مصر بس هو بيتكلم بحقائق لا هو عواطفه بتبان انه معتوه طبعا بس هو بيقول لك انا راجل واقعي انتوا ليه مش واقعيين صحيح عمالين تقولوا لنا مش عارف ايه ونكبر فيهم ونكبر فيهم ولامتى وبعدين من 10 نهائيات الاهلي يفوز بثمانيه ومن 7 نهائيات الزمالك يفوز بخمسه ولا مش قال كده واحنا من كم نهائي فوزنا بايه لا شيء فطبعا هو جلد ذات لا عايزهم اقول لهم انزلوا بقى الارض الواقع وشوفوا العيب فوق فين. بقى العيب فين فوق. فاتكلم على الاهلي واداله قيمته مصر العريقه مصر الكبيره مصر طيب حسين عموته بقى اللي الناس شافت ان هو بس هو قال تعليق ما خدش بالي اتقال هنا ولا لسه كان يعني في الاسترسال كان جاي
قال لك مصر تحاربنا كرويا بفريق واحد وهو الاهلي. الاهلي شوف التعبير كتبه بس ما ده اتكتب في تغريده له. ايوه مصر تحاربنا كرويا بفريق واحد هو الاهلي. اما الزمالك فهو يلعب في الفراغ. انا مش ضروري بقى يعني تكمل. هو كاتب كده. خلاص كاتب. ما هو كاتب كده صحيح. طيب عايز تقول ايه؟ لا ما هو ده اللي انا كنت عايز افتكر بس حكايه ان مصر تلعب من فريق واحد. اصل انا عايز الناس يعني خلي بالكم يا جماعه احنا عندنا موقف صعب. احنا وصلنا الفاينل ما بنحبش نخسر الفاينل. والفاينل كالعاده خارج الارض. لينا تجارب ناجحه ان احنا بنكسب الفاينل خارج الارض بس مش بالضروره ما بقتش قانون يعني. فاذا حصل سيقف التاريخ مصفقا منحنيا للنادي الاهلي تاريخ الكروي. ايوه اذا لم يحدث فلنقف نحن فخورين بنادينا وما قدمه حتى الان في ظل ظروف غايه في الصعوبه. غاية في الصعوبة. طيب جريدة المنتخب المغربي قالت ان نجوم الاهلي يتمنون غياب اوناجم. فجأة الراجل اوناجم هو الليلة مصاب بقى هو الليلة. يلعب او لا يلعب ليست هي القضية. طب الله هم مش لعبوا من غيره لمدة ساعة. جريدة المغرب اليوم قالت ان الوداد البيضاوي بيؤكد ان اصابة محمد اوناجم لا تدعو للقلق. يعني هيشارك فليشارك. لكن حسين عموته بقى المدير الفني للوداد اللي الناس اشادت بعبقريته الدفاعيه وبقدراته على ان هو يقدر يعمل هذه الحصون ويخرج من برج العرب بالتعادل نشوف رايه عن هذه المباراه. الي ابارك لك على الاداء النهارده. ابارك لك على النهارده اللي جيت له حققته في هذا اللقاء التعادل الايجابي مع النادي الاهلي في برج العرب. تقييمك لاداء الوداد واداء النادي الاهلي ايضا في هذا اللقاء. وطبعا يعني النوايا اللي جينا بها في اول مقابله نهائيه تظن انها كانت نوايا هجوميه لانه مع الاسف اننا ظروف المقابله كانت صعبه بعض الشيء خاصه انه تلقينا الهدف يعني في اول دقيقه. مع الاسف هذا لم يكن في الحسبان. اصابه اوناجم حتى هي لم تكن في الحسبان ولم يكن يعني مستعدين لها باعتبار انه النسق الهجومي ديال اوناجم يساعد كثير يعني السيستم اللي كنلعبوا به. انا اظن انه اجمالا نتيجه ديال التعادل 1-1 نتيجه لا باس بها ولكن الذي يعاب اليوم على فريقنا انه لم يمتلك هذيك الجراه الهجوميه انه يمشي في كثير من الكرات اننا نبحثوا على الهدف الثاني ولو انه الرجوع في المقابله بعد تسجيل هذاك الهدف الاول فهو شيء جيد وابان على واحد القوه ذهنيه بالنسبه لفريق الوداد. انا اظن نتيجة لا بأس بها في الشوط الأول، هناك شوط ثاني بعد أسبوع. نادي الأهلي نادي أدى بشكل جيد، يمتلك مجموعة من اللاعبين خاصة التنشيط الهجومي، التنشيط الهجومي اللي هو أكثر من رائع. وبالتالي حتى المقابلات العودة ستكون مقابلة صعبة بالنسبة لنا. ونحن لن نركن للدفاع لأنه لا يمكن أن تدافع بشكل كلي أو يعني بتوقيت كله 45 أو 90 دقيقة أمام فريق الذي يمتلك حلول هجوميه اللي هي جيده. في المطار كلمتك عن نتيجه النجم الساحلي واحراز قلت لي احراز الاهلي هدف في الدقيقه 3 اثر على النجم الساحلي. نعم. النهارده احراز الاهلي الهدف في الدقيقه 3 ما اثرش على فريق الوداد وعلى مدير فني الوداد. هو طبعا كان هناك تخوف من هذا السيناريو لانه سيناريو صراحه صعب. لم نتوقع يعني التسجيل في الدقيقه الاولى وبالطريقه اللي سجل بها الاهلي هدف جميل جدا. صراحه مرينا بواحد الوقت اللي هو صعب يعني يمكن اول 10 دقائق 15 دقيقه لكن انا ضدهم. توقيت هدف بن شرقي كان توقيت اللي هو اكثر من رائع وخلى الفريق يرجع في الشخصيه ديالته ويرجع للحاله العاديه ديالته. على العموم الاهلي ادى بشكل جيد. الوداد اظن اداه من بعض النواحي خاصه الدفاعيه والمرتدات ادى بشكل جيد لكن مع الاسف اننا لم تكن عندنا هذيك الشجاعه اننا نمشيو نخلصوا هدف ثاني. على العموم نتيجه المقابله لا تعني شيء بالنسبه للوداد. هناك شوط ثاني يجب ان نستعد عليه. يجب ان نكون مركزين بشكل كبير وإن شاء الله أننا نقدم مستوى طيب. كلام فيه واقعية ما فيهوش تعالي. ما كانش عندنا الشجاعة إن إحنا نهجم عشان نجيب هدف ثاني. الأهلي لعب جيد على عكس كل الناس اللي بتتكلموا. هو كان خايف جدا من هجوم الأهلي. يملك هجوم قوي
وقال احنا لن ننظر الى النتيجه. ودي اهم حاجه عايز اقولها بقى. ايوه. ان المباراه دي يا سيدي اعتبر ان احنا رايحين نلعب بطوله مباراه واحده. زيرو. مباراة واحدة. مباراه واحده بس زي بطوله السوبر مثلا. ايوه. في بلد بالظبط المنافس. مباراه محتاجه اكسبها. بس عدوك الوحيد فيها انك تطلع 0-0. النتيجه الوحيده مع انك تخسر التي تطيح بك 0-0. اي نتيجه غير الهزيمه والتعادل 0-0 هي لصالحك. فعلينا ان نرى الامر من منظورهم، ما زالوا شايلين هم النادي الاهلي، ولكن يبقى التحكيم، يبقى التحكيم، يبقى التحكيم، لانه لماذا هذا الاحتفال المركب المبكر بدعوه الاتحاد الدولي؟ طيب حسين عموته قال لمراسل الملعب انه ولا كانه في حاجه واحنا لا ننظر لهذه النتيجه وشايفين ان في مباراه باقيه، لكن فعلا شدد على انه حتى الراجل ما انكرش، قال لك هدف جميل اللي سجله الاهلي في وقت مبكر، وقال ان احنا للحظه قلنا ايه ده؟ طب مش قال نفس السيناريو ده ولا مش قال لك للحظه حظنا كويس ان التعادل جه أيوة مبكرا؟ بالظبط. بس فهي قلنا ده الكلام ده، هو ده هي دي نقطه التحول. احنا سجلنا بدري، كان لازم نفضل على تركيزنا الشوط الاول بس ونسعى للتعزيز، لانه ألان هاريس، ودي مقوله عبقريه له مدرب الاهلي في التسعينات اذكر له، كان دايما يقول للعيبه ما تجرحش الخصم وتسيبه ينزف، لانه في لحظه ما هيستجمع قواه وهينقض عليك انقضاض الجريح. ايوه انقضاض الجريح. أيوه. يقول لك ما دام قبلت ان انت تجرحه اقتله، ما ينفعش تجرحه وتسيبه، ما دام قبلت ان انت هتجرحه اجهز عليه، بمعنى ان انت تسجل هدف والتاني والتالت بكل قوه وبكل تركيز، لكن تسجل هدف وتريح وتنبسط وتستعرض وتعيش، لا استقبل بقى، ما دام هتعيش هتستقبل حاجه زي كده، والخصم واحده بعد الثانيه هيرجع لمود المباراه وهيطمع اكتر لانه تخلص من شبح الخوف. ايوه طبعا. هو عموته قال لك ايه؟ لاول وهله قلنا يا نهار ابيض ايه ده؟ ده السيناريو هيتكرر معانا تاني، لان هم شايفين ماتش النجم اول دقيقه جون وفتحت، قال لقوا نفس السيناريو بيحصل، اول دقيقه جون قال لك الناس دي ده جامايكا بقى، ده مظبط نفسه على انه لازم يسجل على الدقيقه الاولى، ده قوه خفيه، ففجاه قدر يستجمع نفسه ورجع. عشان كده لازم نركز على الاجهاز، الاجهاز. بس هيحصل منين ده؟ في وجود التحكيم. هل التحكيم ظلم الاهلي في المباراه؟ هل حكم المباراه تغاضى عن ضربه جزاء صحيحه للاهلي؟ الكل اجمع عليها الا صاحب هذا الراي. للموضوعيه نشوف جمال الشريف وبعد كده نشوف بقيه المحللين. طبعا بدر جادارين يقوم بعمليه تلحظ الكره لعبت داخل منطقه الجزاء، سوف نلحظ الحكم نلحظ كيف يتحرك للخلف ومن ثم يتحرك الى الامام، قريب جدا من مواقع المخالفات. طبعا هناك سقوط، واعتقد هناك عمليه مبالغه في سبيل الضغط، وهذا ما الحكم تحاشى في اكثر من مره، كان قويا في هذا الموضوع بانه لم يحضر الضغوط والمؤثرات، اللاعبون حاولوا ان يبحثوا ان يسقطوه في بعض القرارات المجانيه. لاحظ هذه اللحظه، نعود قليلا، اذا عدنا قليلا سنلحظ قليلا، نلحظ هنا طبعا الكره كانت بحوزه لاعب مدافع، ذهبت عنه بعيدا، ذهب باتجاهها طبعا وليد ازارو، لعب الكره من اسفل الكره من بوجه القدم، ومن ثم هنا سقطت القدم ازارو بعد ان لعبت الكره لن تبقى بالاعلى، سوف تسقط. اللاعب المدافع او لاعب فريق الوداد لعب باتجاه الكره، لم يذهب باتجاه القدم، القدم هي التي سقطت فوق مسار القدم. اللاعب الوداد كانت تقوم بعملية من الأسفل، كانت تحاول أن تلعب الكرة، وهذا طبيعي وهذا من حقه أن يلعب وينافس. اللاعب أزارو بعد أن لعب الكرة بأسفل بوجه القدم هبطت قدمه إلى القدم الأخرى، إذا هي التي جاءت إليها، وهذا أيضا طبيعي لأنه نتيجة احتكاك والتحام ومنافسة ورغبة الجميع أن يلعب الكرة. طبعا أزارو قام بعملية مبالغة بالسقوط في محاولة للضغط على الحكام. أنا لولا عارف إنه جمال الشريف سوري كنت شكيت إنه مغربي.
ومش مغربي بس، ده في الإطار الفني الأشقاء المغاربة يقول لك الإطار اللي هو الجهاز، ده في الجهاز الفني للوداد، لأنه حتى التحليل غير منطقي. سقطت. لا يعني من جاي يستوي. أولا الكورة في حوزة وليد أزارو، وليد أزارو اللي لعب الكورة، والتاني راح على رجله، والتاني راح على رجله، الراجل قاعد يحللها، هو وش الرجل ده جه قبل ده ولا ده؟ يا عم ده رايح في رجله، ده في رجله. يعني غريبة جدا يعني. ده فيها يعني إنذار على الأقل للتهور. قلشت من الكابتن جمال الشريف قلشة غريبة جدا. نشوف بقى محللي القناة الناقل للمباراة وهم بيأكدوا هي ضربة جزاء ولا لا. طيب نسمع رأي الشباب كابتن. طبعا انت اكيد مرجعنا التحكيم، انت اكثر من خبره في المجال التحكيم، لكن نسمع رأي الشباب. وائل المرجع انت وطبيعه الحال. طيب اعطونا رايكم وائل. انا شايفها ضربه جزاء مع احترام الكابتن جمال. راح اسمع شرحك، راح ارجع لشرحك، بس تصويت سريع كابتن. ضربه جزاء يوسف. لا تهز راسك، فيها ضربه جزاء. ده بيجمع الفقهاء الثلاثه بإجماع الأئمة. يوسف شيبو قال ضربة جزاء، ها؟ والكابتن طارق دياب وائل جمعة أو ما أبي رأسي متفقا يعني. أو ما ده عشان الأئمة والفقهاء استحضر. كملت النص. أو ما أبي رأسي، أو ما أبي رأسي متفقا. طيب نشوف وليد صلاح الدين في أون سبورت. ضربة جزاء مليون في المية، يعني للأسف برضو الحكم جه برضو علينا، حكم الأثيوبي. أنا كنت أتمنى حكام من جنوب أفريقيا، جنوب أفريقيا تحس أن عندهم شخصية، لكن للأسف الحكم الأثيوبي طبعا تسيمبا أو تسيمة، للأسف هو حاسس أنه في ملعبنا وفي وسط الجماهير دي فبيعاند. ضربة جزاء القانون واضح فيها وضوح الشمس، ان اللي يلمس الكرة الاول هي الكرة بقت بتاعته. وليد ازارو لمس الكرة والراجل شاط. هي ضربة جزاء مليار في المية صح. فطبعا النهايات يا كابتن سيف تفرق قوي. 2-1 من 1-1 2-1 انا اجبر فريق الوداد انه لازم هو اللي يهاجم، فهو هيفتح الملعب، فيبقى فيه ورا الاطراف مساحات وهكذا يعني. اذا باجماع الفقهاء والائمه هي ضربة جزاء 1000% أو مليار في المية زي ما سيف زاهر قال. بس ده للناس اللي بتتكلم على التحكيم، وده للناس اللي باستمرار بيحاولوا يقللوا من قيمة بطولات الأهلي، والناس اللي بيفتكروا لنا زقة. لا، أنت بتتفرج على فاينل أفريقيا، بيضيع لك مباراة تخرج منها كسبان 2-1، وزي ما وليد قال لما سافر المغرب وأنا كسبان 2-1 يكفيني التعادل عشان أرجع بالكاس، تخلي لي النتيجه 1-1، ضيعت عليا فرصه كبيره جدا. هي ديت الحقوق الكبيره المهدره اللي مشكله الناس ما بتفتكرهاش في ماتشات كبيره. يفتكروا للاهلي زقه في مباراه طلع الجيش، ما يفتكرلوش ايد رامو اللي دخل السجن بعديها الحكم وتضيع بطوله. يا عم طلع جيش ما انا بقول لك باستمرار. ده احنا حللنا الموسم ده، ده الاهلي كان يكسب 7 بونت فرق. صدقوني ما حدش بيعاني من التحكيم واخطاء التحكيم وتحامل التحكيم قد فريق النادي الاهلي. طب ممكن بقى نسميه موسم سيد فتحي؟ لان هنفضل بقى في سيد فتحي ولا سيء فتحي؟ سيد فتحي. الترس معلاو. طيب بكاري جسامه الجنبي من حكام النخبه هو اللي هيلعب ماتش الاهلي اللي جاي مع الوداد ان شاء الله. ده حكم مصنف من حكام النخبة الأفريقية. عشان أقربها عليكم، ده اللي حكم لنا لحظة تأهل مصر لكأس العالم، مباراة مصر والكونغو هنا، وضربة الجزاء اللي سجل منها محمد صلاح هدف التأهل التاريخي كان لهذا الحكم الجنبي. على فكرة وعنده ماتشات كتيرة معانا، مباراة مصر وغانا. يا إبراهيم انت كويس اللي جبت سيرة الكورة دي. كورة تريزيجيه شبه الكورة دي. ايوه بس تريزيجيه كان مواجه للمر. برضه زقها. طب ما نخلي ده يحسبها لنا الماتش الجاي. والله يا جسامه ده بس الرجعي. لا بقول لك افتكر الكوره كانت عامله ازاي. فيها شبه. بكاري جسامه عنده مشاركات كتيره مع النادي الاهلي. هو سنه 38 سنه، بدا مسيرته في عام 2007 بعد ما حصل على الشاره الدوليه
لعب ماتشات كتيرة، لعب في كاس العالم 2014، حكم مباراة هولندا حكم مباراة لهولندا في كاس العالم 2014 شيلي. بالإضافة وشيلي هولندا وشيلي هولندا وشيلي، بالإضافة لحكم مباراة غانا وكوت ديفوار في نهائي الأمم الأفريقية 2015، وآخر ظهور ليه كان في البطولات الدولية في كاس القارات الأخيرة في روسيا، أدار مباراة المكسيك ونيوزيلندا. حكم كبير، حكم من حكام النخبة، زي ما قلت لكم المباراة الشهيرة مصر والكونغو اللي أهلتنا لكاس العالم، مصر وغانا اللي كسبناها أيضا في المجموعة، كان بيحكمها بكاري جسامة الذي سيدير مباراة السبت إن شاء الله الأهلي والوداد. المباراة هتكون الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة مساء بتوقيت الدار البيضاء. عنده مشاركات كتيرة جدا مع الأندية المغربية، مع المنتخب المغربي، لكن زي ما قلت لكم خلينا نكون فاكرين له لقطة الفال الحسن في تأهل منتخب مصر لكأس العالم. النهاردة الأستاذ حسن المستكاوي له مقالة في الشروق، حبينا نتوقف عندها لأنه فيها رأي فني هادئ شوية. بيقول حسن المستكاوي: الوداد لم يقع في أخطاء النجم. بيقول الأهلي لعب مباراة جيدة قدام الوداد البيضاوي، ومع ذلك تعالت الانتقادات بصفة عامة بناء على النتيجة، ودي إشكالية المحللين اللي بيحللوا بناء على النتيجة، المنشطات تتكتب بناء على النتيجة والأراء تتقال بناء على النتيجة. وبيقول الأستاذ حسن المستكاوي: هذا قد يكون منطقيا من جانب المشجع، لكن عند تحليل أي مباراة يجب النظر إلى الأداء بصورة أعمق، خاصة أداء الفريق المنافس. وفي ضوء ذلك بيقول: كان بمقدور الأهلي التقدم بهدفين أو ثلاثة في بداية المباراة، لكنه لم ينجح لإهدار الفرص السهلة، كما أن الوداد تماسك سريعا ونظم صفوفه على المستوى الدفاعي ولم يتوجه إلى هجوم عشوائي أهوج كما فعل النجم الساحلي، وحقق الوداد التعادل في المرة الوحيدة تقريبا التي دخل فيها صندوق الأهلي بهدف تجلت فيه براعة بن شرقي، بينما أخطأ سعد سمير في تأخره في مقابلة الكرة قبل نجم الوداد. وبيقول ممكن نقف بس ناخدها فقرة فقرة. أنا بس عايز أذكر الظروف بتاعة الماتش ده والظروف بتاعة الماتش ده. أيوة، النجم جاي لك 2-1. خدتها من العدد الثاني. أنت في أول دقيقة بقيت 2-2 تكسب الماتش. أنت خلصت الجيم في أول دقيقة. في أول دقيقة. أجهزت عليه، ما عندوش عنده حاجة تانية. ما عندوش، فلازم يهجم. بس. إنما الوداد عنده مباراة قادمة. أيوة. فكان يرى انه لو خرج 1-0 حتى هو كسبان، هو ده مربط الحصان. بس انك عشان تقارن الوداد بالنجم، قارن بين الظرف والظرف، طبيعه المباراه وطبيعه الظرف المباراه. والظرف بالظبط. دي مباراه عوده ودي مباراه ذهاب. مباراه النجم كانت مباراه عوده مبنيه على نتيجه الذهاب اللي كان النجم الساحلي كسبان فيها، ومن ثم على الاهلي انه يسجل هدف عشان يخلص الليله، خلصها مع اول صفاره في البدايه، فالطبيعي جدا النجم ما عادش عنده حاجه يخاف عليها. لا، الجون الثاني لازم يهاجم. بالظبط، خرج خلاص، خرج بالظبط، انت طلعته بره الجون. كل جون بتجيبه هو لازم يهجم. عملت ضغوط شديده عليه وجاب جولين. بس انت كنت جبت انما الوداد كان من الطبيعي ما دام بيلعب بره ارضه واول مباراه، مباراه الذهاب اللي هي فكره الخروج باقل الخسائر. هو مدربهم قال قلنا الدليله دي هتتكرر علينا احنا كمان، ده يعملوها فينا احنا. فحاول يتفادى اللي حصل مع النجم، لانه كمان يهمه جدا انه لا تقف عند واحد او ما يجيش الثاني، ولو جه الثاني ما يجيش الثالث. يا دي حسابات الذهاب ودي حسابات الاياب، والاثنين مختلفين جذريا او جذريا. جذريا غير جذريا على فكره. جذريا غير جذريا. جذريا من جذور. ايوه، جذريا من الجذر. من الجذر. شلته جذريا، شلته بالجذر، بالقصر. جذريا انتزعته من الجذور. عشان الزراعه انا بس. ماشي يا بيه، انت لمزت. انا برجعت الجذور. طيب، الفقره الثانيه في مقاله الاستاذ حسن المستكاوي، مقاله مهمه النهارده، بيقول: على الرغم من البدايه الرائعه في مباراه الوداد بهدف مؤمن زكريا المبكر، الا ان هناك فارقا كبيرا بين النجم والوداد، وهو ما أشرنا إليه في التعليق على الفوز الكبير الذي حققه الأهلي على بطل تونس، وكان كما يلي: الهدف المبكر الذي سجله رجل المباراة علي معلول، هدف في الوقت الرائع
والذي ترتب عليه ارتباك خطط وسيناريوهات النجم وارتباك مدربه، فقد كان الوقت يسمح له بتنظيم فريقه واللعب على أمل اقتناص هدف التعادل الذي يصعد به للمباراة النهائية، لكنه لم يفعل وترك لاعبوه يندفعون في هجوم أهوج وعشوائي. وهذا الخطأ الذي وقع فيه النجم الساحلي لم يقع فيه الوداد، بل وزاد لاعب الفريق المغربي بهدوء الأداء وتبادل الكرة والمراكز بسلاسة ودون عصبية، ودي كلها مرجعها للي فسرناه، اختلاف طبيعة وظرف المباراة والهدف من المباراة بس. والهدف بس، الوداد ما كانش عنده أي دافع أنه يندفع ويتحول لهجوم أهوج ولا عشوائي. ليه؟ جي فيه جون خلاص نلم الليلة، لغاية لما ربنا سهل. بالعكس بقى، نتيجة النجم الساحلي كانت أمام الوداد. هو بقى لك الراجل قال لك أنا خفت السيناريو، تعلمت الدرس بس، فكان خلاص ترسي على 1-0 زي بعض، فلعب هذا هذه الفلسفة، قالوا ربنا رزقه بجول من هجمة وحيدة، لكن النجم وضعه كان مختلف. يعني النتيجة الكبيرة، عارف أنت لو كسبت النجم 1-0 كان الوداد طمع فيك. بيقول الأستاذ حسن السكاوي أيضا في مقالاته، تعرض بعض نجوم الأهلي بقى دي النقطة المهمة لانتقادات حادة، ومنهم أزارو، وقد خضع لرقابة صارمة وقيادة المساحات الضيقة سرعته، فقد اهتم ففقد أهم أسلحته سرعة الجري، كما أهدر فرصة لا تهدر، وتلك المباريات تكون الفرص فيها عزيزة كذلك. روقب عبد الله السعيد كظله، وفي المرات التي فلت منها من رقيبه أنتج تمريرات مؤثرة لكنها كانت قليلة. أما أجاييه فكان بعيدا عن مستواه وهو أفضل تحت رأس الحربة، وعلى الرغم من أن مؤمن زكريا تحرك ببراعة وكان مؤثرا جدا في المباراة، إلا أنه عطل انطلاقات علي معلول، والإثنان افتقد التناغم وتبادل الدورين الهجومي والدفاعي، فتقدم في أحيان معا، وهو ما ترتب عليه ممارسة الوداد لانطلاقاته الخطيرة من الجبهة اليمنى. أما اشتراك وليد سليمان فهو خطأ كبير. هنقف عند آخر حاجة، اشتراك وليد خطأ كبير. كان ممكن يكون كده لو كانت وليد رجعت له نفس الإصابة العضلية، ده حاجة تانية، ده له كرامب في ظهره، يعني الدكتور قال لك حصل له قفشة في الظهر، فهو ده دي بس الإصابة. بس جات لحد من لعبتنا قبل كده أظن أحمد الشيخ إصابة جات له في كرامب، بس ده دليل إيه؟ إن برضه لازم أدرس أنا ليه وليد عنده هشاشة عضلية بتؤدي إلى إصابات عضلية كتير جدا، لازم نفهمها. تملي بيتقال إن اللعيب اللي جاي للأهلي هو كبير شوية، ما استحملش التدريبات وحمل التدريبات والمباريات اللي فيها ضغط. طبعا ربما كان البناء العضلي أقوى. أنا معك، ولذلك بياخدوا وقت حتى صغيرين لحد ما وكل قاعدة شواذ، هتلاقي في ناس طلعت في ناشئين الأهلي وعضلاتها ضعيفة ما استحملتش كتير، والعكس. بص أنا تملي، إنما القاعدة هي كده، ناشئ الأهلي تملي أقول إيه، لازم يبقى فيه ورش. يعني أما يكون عندي لعيب موهوب بطيء يبقى من صغره في ورشة بتشتغل إزاي أنمي له عضلات تساعد على تنمية سرعته في عضلات معينة. ده الشغل العلمي بقى. ومن زمان وانا نفسي في الفكره دي. انقل العناصر المميزه، ده ناقصه ايه؟ ده بدنيه. اشتغل فردي بقى. بدنيه. ايوه. ورش. وحتى في التدريب. ادخله الورشه. ورشه طبيه يقولوا يتعمل له حاجه، يتعمل له كل الفحوصات العضليه. بالذات ان دلوقتي القياسات بتكشف على كل حاجه. وانا مدير النشاط الرياضي. كان الدكتور فاروق عبد الوهاب وهو قريبي. فكنا مره التقينا، فقال لي ان احنا عندنا اجهزه وحاجات يعني قياسات تؤدي الى انك تقيس العضله عضله القبضة، عضله الساعد، عضله الرجل، فبعت له لعيبه الالعاب القوى بتوع النادي الاهلي. تصور كان في مفاجآت، كان عندنا لعيب قرص وجله وحش اسمه حماد. طلع ان عنده ضعف في قبضه اليد. محمد نجيب بطل افريقيا، وده كان ممكن جدا يوصل الى المستوى العالمي، صحيح، لانه كان اقرب ارقامنا الى العالميه.
وعنده قابلية للتطور. وهو بالمناسبة هو المدرب كان بتاع إيهاب عبد الحميد. لكن اللي أنا عايز أقوله إن آن الأوان نشتغل بشكل علمي. تعرف بمناسبة الشكل العلمي ده في التغذية وفي التنمية العضلية. فكرتني في قطاع الناشئين في الأهلي وانت بتتكلم على القطاع. كان الكابتن أحمد ناجي هو مدرب حراس، كان جابه الكابتن محمد رمضان لما كان مدير القطاع وحب يعمل تجربة كبيرة. رمضان جاب أحمد ناجي وكان وقتها بيدرب في السويس لو تفتكر، وبدأ ناجي فكرة الاعتماد على العلم. فأنا فاكر قال لي ده احنا جبنا ناشئ صغير عملت له قياسات ده هيبقى خليفة شوبير من واقع القياسات اللي اتعملت له. وانا كتبت حتى عمله بالكمبيوتر، فانا كتبت ساعتها الكمبيوتر يكتشف خليفة شوبير. الناشئ ده كان امير عبد الحميد كان جاي 10 او 12 سنة تقريبا وجاي من الأليوبية، وناجي عمل له القياسات بتاعته بالكمبيوتر، فكان مبشر جدا انه ده في سن معينة هينمو عضليا بشكل. شوف امير جسمه بقى عامل ازاي بعد كده، بس وهو صغير ما كانش يبشر انه هيبقى طويل او فكرة مش. دي كمان بتؤدي انك تنفق القرش بتاعك في حتته. بتكتشف مبكرا مين اللعيب اللي ممكن يكمل معاك. فياريت نلجأ للكلام ده. طيب اما اشراك وليد سليمان فهو خطأ كبير. قلنا ده يعني لو كانت عوادته نفس الإصابة، لكن الواضح إنها إصابة تانية خالص. بيقول الأستاذ حسن السكاوي الوداد فريق مميز يدافع بالأسلوب الإيطالي الشيك، فلا تشتيت ولا تنظيف ولا يوجد ما يسمى بمبدأ السلامة، ويضم الوداد مجموعة مميزة مثل أشرف بن شرقي ومحمد أناجم وصلاح السعيدي وإسماعيل الحداد، وهم عناصر الوسط والهجوم مع المهارات الفردية. كان الأداء الجماعي للفريق متزنا ومتغيرا وتكتيكيا، فبعد هدف الأهلي مباشرة بدأ الوداد يضغط يدافع دفاع متقدم ومن منتصف الملعب، واستمر على هذا الأسلوب طوال الشوط الأول، لكنه تراجع بخطين دفاعيين أمام صندوقه وداخله وشكل شبكة دفاعية. هذا الأسلوب طوال الشوط الأول ولكنه تراجع بخطين، وهذا الأسلوب يمثل دائما مشكلة لفرق مثل الأهلي تعتمد على براءة لاعبيها في تبادل الكرة وتمريرها أمام وداخل منطقة جزاء المنافس لصناعة فرص التهديف مع كرات عرضية تجد 4 أو 5 لاعبين في الصندوق. أنا معاه في دي 100% الفقرة دي 10 على 10. ويختتم الأستاذ حسن المستكاوي مقالته اليوم في جريدة الشروق، دافع الوداد بطريقة إيجابية بالاستحواذ، فكلما امتلك الفريق الكرة فإنه يحرم المنافس منها. واختصارا كانت مباراة قوية بين فريقين قويين، ويحتاج الأهلي إلى أن يلعب على ملعب مركب محمد الخامس في الدار البيضاء بنفس تكتيك الوداد في ملعب برج العرب. وهنا أسألك، هل للكابتن حسام البدري أن يستعير رأس عموتة في برج العرب؟ ليه يا عم؟ رأسه هو يعني هو عموتة استعار رأس مين؟ أي مدرب عندنا بيمرن فريق مهدد بالهبوط بيلعب كده، بيتكتل كده، بيلعب كده. بس هو ده عنده لعيبة التزمت من دقيقة كده. شوف ممكن يلعب كده يا حسام، بس هل يضمن ان هو هيقدر يسجل هدف؟ لازم يسجل هدف. امتى يسجل هدف؟ يا ريت متأخر شوية، يعني 0-0 كده. هي دي هي دي وكده انت كوتش. بصوا عشان نعدي الليلة دي لازم حسام البدري عايزين نعيش على اعصابنا شوية، يعيش مرحلة ازاي هو مع مانويل جوزيه اشتغلوا مباراة الصفاقسي، لانه تقريبا الظروف متشابهة. هي دي مباراة تخلص 1-1، ووقتها عرفنا في التكتيك بتاع الكورة تجزئة المباراة على فترات. حسام عملها مع الترجي، بس الحقيقة مع الترجي زي ما شوارب بيفكرني، لا مع الترجي حسام كان جريء من البداية، خد وش وتفوق وفرض أسلوبه على الترجي.
لكن مانويل جوزيه في مباراة الصفاقسي جزأ المباراة إلى ثلاث فترات، وكانت يعني تجربة مهمة قوي كنموذج للتفكير المرحلي، إزاي تقدر تتعامل مع المباراة مش كوحدة واحدة، لا إلى أجزاء ثلاثة، كل جزء من المباراة بتكتيك مختلف واستراتيجية مختلفة وأهداف مختلفة وعناصر مختلفة. أيوة ده محمد عبد الله طول السنة يمكن ما لعبش غير الماتش ده. يبدأ المباراة بثلاثة هاف ديفندرز، كانت جديدة لأنه حتى اتنين ديفندرز في نص الملعب مانويل استحدثها، كانت الكرة المصرية باستمرار عندها هاف ديفندر واحد. الأهلي فضل معتمد على الكابتن مجدي عبد الغني فترات طويلة جدا، وبعد منه هادي خشبة لفترات طويلة، هشام حنفي خد فترة، ثم حسام عاشور استلم من هادي خشبة باستمرار هاف ديفندر واحد. وفي الزمالك هتلاقي اسماعيل يوسف خد فترة طويلة، تامر عبد الحميد خد فترة طويلة، والمنتخب كان بيعتمد على ده أو ده. لكن فكرة ان احنا نلعب في نص الملعب باتنين ديفندرز اظنها بصمة من مانويل جوزيه. في المباراة ديت اللي انتوا شايفين الجون الاسطوري بتاع ابو تريكة، مانويل واجه الصفاقسي في البداية بثلاثة هاف ديفندرز في نص الملعب، اكوتي منسى ومحمد عبد الله. لا اكوتي ما هو دي النقطة. لا اكوتي كان بيلعب ولا محمد عبد الله كان اساسي؟ واخد بالك، واظن الكابتن وائل رياض برضه نزل فتره، وائل رياض في الاخر يعني يعني بدا التغييرات. الثلاثه دول لعبهم في اهم مباراه، في اهم مباراه اللي هي دي. بس لا دعنا 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 يا استاذ ابراهيم بسرعه، عشان ايه؟ انا نفسي اوصل لعمرو اديب باي طريقه. هنوصل. انا دعنا نتخيل ان الكوره بتاعت ماشي يعني. ما مش ماشي، ما تسيبنا بتاعت يعني. انا عمال اسمع الصبح كل ما اكلم تقول لي ماشي. طب وليد ازارو دخلت. لا دعنا نتخيل ان كوره ابو تريكه ما دخلتش في الصفاقسي. التعليقات كانت هتقول تاخر كثيرا في الانطلاق الى محاوله قتل المباراه وانهائها بهدف صدقني النتيجه بتحكم. بس خد بالك، انا هفكرك بحاجه. انا هفكرك انت قبل ما تقولها. كان في مؤشرات ان جاي جوه. برافو عليك. برافو يعني عليك. شفت فلافيو والقايم، فلافيو والقايم وحسام عاشور. حسام عاشور اقوى كوره في حياته شاطر. انت 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 بتقول لعمرو اديب، انت بتقول لعمرو اديب. عمرو اديب كان في اوربت يوم المباراه الصبح، كلمني عشان يدعوني للظهور عنده بعد المباراه وبخفه دمه علشان الجنازه بتاعه الاهلي. كان معايا الكابتن مدحت شلبي، وقلت له بص انا حاجي عشان نحتفل. محدش كان يتخيل هذا اول مره اصلا. ولذلك حتى هو قالها لما بدا يتكلم على انه لا الاهلي مش ممكن، يعني دي مباراه كانت بره الحسابات خالص. اروع مبارياتنا الحقيقه. صحيح، جداره يعني. ولذلك انا في اعتقادي ان الكابتن حسام البدري عنده الفرصه للتعامل المرحلي تكتيكيا، يبدا المباراه بثلاثه هاف ديفندرز، يقفل نص الملعب، وزي ما المهندس عادل تمناها انه ناجل مرحله احراز هدف. ممكن في توقيت تاني يراه الكابتن حسام البدري يبدا في نهايه الشوط الاول او يبدا بيه الشوط التاني، يبدا مباغت بحسابات 60-70%. طب اقول لك على سيناريو احسن، لكنه في لحظات معينه أقولك هيلعب بفرودين وبثلاث فراوده ان شاء الله. اقول لك على سيناريو احسن. عايز اجيب جون في الشوط الاول. اذا الخوف اللي احنا من الهدف المبكر حصل وبقينا 1-1، احنا بقينا دلوقتي احنا الاثنين هنروح لضربات الجزاء. أأجل بقى الهدف التاني، واخد بالك؟ بس لازم أجيب جون يا إبراهيم، مش هقدر أقعد لآخر الماتش. إذا بكون إحنا بمزاجنا. تعالى يا عم. لا أنت عارف إن ممكن اللي ساعد على كده إيه؟ يعني أنت قلت حاجة إنه يبقى كل مرحلة بعناصر مختلفة. عارف اللي يساعد على كده إيه؟ إن عنده ثلاث عناصر لو بدأ فيهم في هاف ديفندرز يقدر ينقلهم بعد كده ويكتفي بواحد. يعني لو بدأ بأحمد فتحي ورامي والسولية سهل جدا انه في تغيير هجومي بعد كده يطلع هاني وفتحي يروح باك رايت. لا بس كده انت ما بقاش عيوب عندك بناء يعني. ما علينا، ما احنا هنتقمص دور الكوتش لاول مره يعني. تعال نشوف عمرو اديب. لازم؟ طب نشوف. بسرعه يعني، لسه ان شاء الله الاهلي لسه الاماني ممكنه. كمان اسبوع يستطيع الاهلي ان هو يضمد جراحه ويستطيع ان هو يقف على قدميه مره اخرى.
أبى جنرال حظ اليوم أن يقف مع النادي الأهلي في مرة من المرات القليلة. الأهلي كان قاب قوسين أو أدنى من تسديد وتحقيق هدف ثاني وثالث ورابع، ولكن كان هناك عناد شديد. على فكرة فريق الوداد فريق ثقيل جدا، ثقيل الوزن، ليس سهلا على الإطلاق، ولكن يبدو أن الأهلي كان مصرا أن يخترق من النصف، من المنتصف، كرة تتلعب وانتو من جوه ويوصلوا لغاية الجون. طبعا ده كان صعب جدا لأنه الترتيب الدفاعي الودادي البيضاوي كان قويا جدا، وكان مسألة صعبة جدا. يعني كانت المسألة زي ما الجون الأول جه، يجب يا تسديد من الخارج يا رفعة من يمين أو من الشمال وحد يدخل. بصراحة النهاردة كان يوم صعب جدا للأهلي، وأظن أن اليوم الأصعب هيكون هناك، ولكن هذا هو الأهلي، صانع الأعجيب وصانع المستحيل، يستطيع أن يحقق ويستطيع أنه هو يغير ويستطيع أنه هو يقوم بشيء. على فكرة حسام بدري امبارح قال أن الحسم سيكون في المغرب، يعني هو عارف أن هي مباراتين، فلسه في مباراة تانية. نرجو انه جماهير النادي الاهلي العظيمه اللي كانت بتسحب حول وراء يعني فريقها النهارده تتحلى بالصبر، وان شاء الله يستطيع الاهلي ان يحقق شيء. ويكفي فخرا انه وصل للنهائي وانه عامل نتائج هائله، فريق هايل. يعني نشكرك والله العظيم، انت فيك حاجه ممكن يجي منك، ممكن قرصه صغيره كده نجيبه معانا، نجيب معاه. والله يا استاذ عمرو انت شوية يعني هز. بلاش عند بقى شويه هز. تعالى بس تعالى. انا معاه لانه جنرال حظ طبعا ما كانش معانا، فرصه وحيده ما تتعملش ولا في الاحلام بالطريقه والتوقيت يعني الشكل ده وفي التوقيت ده وكله. ولكن يعني هل المتفرج بقى اللي قاعد في المدرج، طفل او صاحب احتياجات خاصه او بتاع، كيف كان وقع المباراه عليهم؟ لازم نشوف برضو في لقطتين كده قبل ما نودع حبايبنا. شوف هذا الشاب المعاق، وكان وعده كابتن حسام قبل كده بالبطوله، هناخد البطوله. طب نشوف الفيديو نفتكره بيه. يعني هو بكى الحقيقه. البطوله العربيه وحضرتك مش هتبقى متواجد في اول مباراه. انا عندي ظروف عائليه صعبه كده، ان شاء الله ربنا يسهل، يعني احتمال برضو كم مباراه ما اشوف ان شاء الله. يعني يعني اللقطه دي يا كابتن، راجل حريص. فاكر مرتلي؟ فاكر؟ فاكر مرتلي؟ حلو يا كابتن. مبسوط؟ هو قال الجبل. حسام يعني شعور صعب جدا جدا، وشعور كل خير يا ابو حسام. كابتن شعور صعب جدا ولقطه صعبه جدا. طبعا هو ده جالي في النادي كذا مره وكان بيكلمني على الدوري وافريقيا، فانا بقول الحمد لله انه مبسوط. الف مبروك يا كابتن. الحقيقه من اللمسات النبيله اللي بدأت تظهر في ملاعبنا ولازم نشجعها ولازم نساعد على استمرارها، وجود ذوي الاحتياجات الخاصة في التراك. ناس بتحب الكرة، ناس بالنسبة لها أنديتها اللي بتحبها وبتشجعها حاجة مهمة جدا في حياتها، فأن يسمح ليهم على كراسي متحركة يقعدوا في التراك، دي مسألة أرجو أنها تستمر، وأرجو أن احنا نلبي احتياجاتهم واحتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة دول. هذا المشجع باشمهندس كان قبل كده ومهيب عبد الهادي بيكلم الكابتن حسام، الكابتن حسام لمح الراجل فرح له وقتها، قعد حسام بيبوسه والراجل بيقول له افريقيا 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 يا كابتن. هو ده نفس المشجع اهو اللي كابتن حسام بيبوسه، هو اللي امبارح كان موجود ولا اول امبارح موجود وزعلان وحزين بعد المباراه. أتمنى أن هذه الصورة تبقى قدام كل لاعب من لاعيبة النادي الأهلي وهم في المغرب إن شاء الله. شوفوا حد من ذوي الاحتياجات الخاصة بهذه الحالة. يا عم أنا أفريقيا بالنسبة له إيه والبطولة بالنسبة له إيه؟ إحنا بالنسبة له. فأرجوكم العبوا من أجل ده. ومن أجلي عشان خاطركم. ذوي الاحتياجات الخاصة، ذوي الرغبات الخاصة.
الونس عدي من ذوي الرغبات الخاصة والعواطف الجياشة مع الأهل إن شاء الله. حتى الأطفال شوفوا تأثرهم. ابنك بيعيط يا إبراهيم في البيت. أنا بعاني منه في الماتشات دي. طيب عندك إيه تاني يا شوارب؟ ما خلاص. نشوف الفيديو اللي جاي. أجيال جديدة من الشباب ومن الأطفال بينشأوا في حب الأهلي وحب الكرة والتعلق بالكرة، وده أهمية عودة الجمهور للملاعب، لأنه يا جماعة احنا ما كناش مدركين خطورة تآكل شعبية كرة القدم. دي صناعة، اوعوا تكونوا فاهمين انه عزوف الجماهير عن الملاعب المصرية قسرا وقهرا بالإبعاد ده عشان تمتلئ المقاهي بجمهور الراغب في متابعة الدوريات الأوروبية، ممكن يكون في المفهوم العام كويس انه احنا بيرتقي بالفهم العام بتاعنا للكورة وبنتابع دوريات أجنبية ربما تعلمنا حاجة، لكن ده كان على حساب تآكل شعبية كرة القدم. قبل التآكل عمرو سليم عمل كاريكاتير، اتنين عفاريت واحد بيقرا الجورنال والتاني بيقول له ما تخافش عليهم دول ولاد جنية هيكسبوا هناك. شوف العفاريت عالم الجن. عمرو سليم النهارده في المصري اليوم بيتخيل عالم الجن اللي باصين للماتش اللي جاي ايه. قال له ما تقلقش عليهم دول ولاد جنيه هيكسبوا الوداد هناك وياخدوا البطوله. عمرو سليم مع زملكاويته لكنه يعني كتير لما بيبقى عنده درجه من الموضوعيه شويه. اون سبورت اخترت اخترت لقطة المباراة. كده قالت دي لقطة المباراة. تعال نشوفها هل تتفق معاه ولا لا. عشان نختم بيها. نشوف. الله هي دي لقطة المباراة مثبت عليها شوارب. لقطة المباراة كما اختارتها قناة اون سبورت. هل بالفعل هي اللقطة اللي تستحق الحياة؟ المخرجين أو الكاميرات لو اتسلطت على مدرج فيه 50-60 ألف مشجع لا هتلاقي لقطات بنت جنيه. بس ما يجيبولناش ناس بتعيط بقى. اصل طبيعي انك تلاقي طفل تعوح بيعيط ولا كل واحد هيعيط بقى يطلع عمره. لا لا انت عايز تعيط؟ لا ما مش لقطه انك تجيب واحد بيعيط. لا شكلك عايز تروح عمره. مش لقطه. انت ايه ما فيش لقطه المباراه؟ طب نشوف بقى ايه اللقطه. حلوه عجباني لقطه كويس. المره الجايه هيعمل ايه يعني؟ مره وقف على العكاز ده هو ومره نفس ومره الراجل ده بيعمل ايه؟ بينط برجل واحد؟ لا بيتشقلب بقى في الهواء. اما انا بقول لك ومره اتشقلب على الهواء وادي نطق الكوره. المره الجايه مش عارفين يعمل ايه. هيطلع كتكوت من البرنيطه هيجيب جول. طيب ده همنا الوقت. مش ده همنا يعني هو جه الوقت يعني. انت عندك الريمونتادا اللفظ المستورد اللفظ المستورد من الدوريات الاوروبيه. احنا لسه في حاجه دايما وابدا القدره على العوده. العوده من وضع هزيمه لتحقيق مكسب. الاهلي تعادل وزي ما قلت لكم هو يعني ايه شخصيه البطل؟ عصام الشوالي وهو بيعدد مزايا الاهلي على الانديه التونسيه قال لك شخصيه البطل، قال لك المصريين
من كتر ما هم بيقولوا مصر أم الدنيا، مصر فخر العرب، مصر قيمة، مصر كبيرة، كون جواهم إحساس بالبطولة فخلق شخصية البطل. كلام الأهلي عن تقاليده وعن مبادئه اللي بيضايق البعض مش فاهمين إن ده في الموروث، ده في الموروث الأهلاوي التاريخي. أنت عندك تقاليد، عندك مبادئ، عندك قيم، عندك تراث حضاري بموجبه تصرفت هذه التصرفات. اللي عمله الأهلي سنة 28 ضد حسين حجازي هو اللي خلى ده مكتوب في الدستور الأهلاوي غير الموقع، اللي خلى الناس بعد 100 سنة تطالب أي مسؤول أن يتصرف كما تصرف الأجداد. هو ده يا جماعة قيمة البناء على التراث الحضاري. ده ستير الأمم العريقة يعني لا تكتب مسكين في حاجة وبنبالغ فيها، لا دي ثقافة، دي حضارة. صحيح. بس فدائما وأبدا موروثات النادي الأهلي هي كده، موروثاته البطولية. كيف يتعامل الأهلي مع مثل هذه دي لقطات على الشاشة؟ دي الماتش الترجي اللي كسبناه 2، وهتشوف الجون بتاع وليد سليمان دلوقتي. بالظبط. ها فهي هي دي الفكرة. استدعي ما شئت، عندك مخزون تنهل منه ما تريد، استحضر كل ذكرياتك، هتلاقي ان انت مريت بالموقف ده. ما وده الفرق بين فريق البطولة والفريق الصغير. الله على وليد. شوفوا يعني في مثل هذه الظروف اللعيبة دي اتصرفت ازاي، كان عندها شخصية البطل حاضرة ازاي، رفضت الهزيمة ازاي، حطت في اعتبارها مشاعر جماهيرها ازاي، ازاي تمسكت بإرادة النصر. واحنا ده مش كلام بس بيتردد، هي روح الفانيلا الحمراء. على فكرة روح ان الفانيلا الحمراء كقيمة في الحرص على إرادة النصر يا باشمهندس، لا دي يتاخد فيها دراسات، تاخد فيها دكتوراه. قيمة إرادة النصر يدي على كتفك. والله قيمة إرادة النصر، ازاي تتحلى بإرادة النصر. هو فكركم من فراغ ان الأهلي يكسب في الدقيقة 90 والدقيقة 94؟ لا، هو ده التوهم. بس شوف الجاهزية، انا عايز الله لإرادة النصر. لما تشوف سيد حمدي هو بيتزق، ها واللي بيزقه أكبر منه في الجسم، لكن كان لائق إلى درجة إنه يقدر يعدي. وبعدين وليد سليمان، تسمع صوت الشوالي وهو بيعلق على المباراة ديت؟ اسمع السيد حمدي، السيد حمدي خطيرة جدا، السيد حمدي والهدف الأول، والهدف الأول نادي الأهلي عن طريق ناجي جدو، عن طريق ناجي جدو في وقت قاتل في الدقيقة 43. النادي الأهلي يتقدم 1-0 ويقلب مصير البطولة، 1-0 للنادي الأهلي. هنا الخطاف في الدفاع وراء المدافع الهجري، سيد حمدي يعمل اكسليراسيون، يهرب على الهجري، يحط كرة في تبادرة برشا، 2-1، وكرة خطيرة، وكرة من وليد سليمان، والهدف الثاني، الهدف الثاني لوليد سليمان، الهدف الثاني بعد خطا كارثي في دفاعات النادي الاهلي اللي نقول يضمن البطولة بنسبة توصل 99%. ترجي الغيابات ذبحته، الغيابات قلقته، وليد سليمان ينحي الكرة للاعب سيد حمدي، سيد حمدي خطيرة جدا، السيد صحيح مفيش سيد حمدي ومفيش جده، بس في وليد سليمان. ولاحظت انه بعد المباراة او بعد الهدف بيحتفل مع احمد ايوب. ايوب موجود، وليد سليمان موجود، فالوا عليه الكمال ان شاء الله يا رب باذن الله. وحنظل على هذا الامل، نعمل اللي علينا ونلقى الاحترام، لان الاحترام هي القيمة التي تبقى مع الانسان باذن الله تعالى. دمتم للاهل دائما، ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا متحليا بإرادة النصر وروح الفانيلا الحمراء. وعلى خير نلتقي في التاسعة مساء الخميس القادم إن شاء الله. اصبحوا على خير.